مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مصر. انجاز ان احنا نقول ان في اعظم عمل او اهم عمل او واحد من اكبر الاعمال او الانجازات اللي تمت او المصريين حققوها في عام 2021، وهنا بقول المصريين، احنا كشعب كناس، مش بس الحكومه، مش بس وزارات، مش هيئات، لا، كله المصريين جميعا. يكفينا مشروع حياة كريمة، يكفينا اللي تم في مشروع حياة كريمة. القرى المعزولة النائية المحرومة اللي ما كانش حد حتى بيسمع عنها ولا حتى في نشرة الأخبار زي ما بيقولوا، وكأنها ما كانتش موجودة على الخريطة، وكأن الناس هدول مجوش، محرومين من أبسط احتياجات الحياة، السقف، المية النظيفة، مية الشرب، وأبسط حاجة ممكن يحتاجوها وحدة صحية للطوارئ. ده ما كانش موجود في بعض القرى، وكانت الناس يعني عايشة بزي ما بيقولوا حضرتك إيه، عايشين والسلام. ولكن زي النهاردة في 2 يناير 2019 أطلقت مبادرة حياة كريمة، اللي الهدف منها أنها توفر هذه الحياة الكريمة والآدمية للناس المصريين المحرومين في هذه القرى والنجوع البعيدة والنائية. لما انطلقت في 2019 من 3 سنين زي النهاردة بالظبط، كان يعني المأمول منها أو كان المستهدف منها 4.5 مليون مصري عايشين في هذه القرى بالذات، يعني 4.5 مليون تقريبا، ده بعد الحصر يعني. ولكن الحلم واضح أنه كبر بعد ما كان في هدف محدود، لا بقى الهدف أكبر. من مجرد هذه القرى بعينها الأشد احتياجا وفقرا وبين قوسين بؤسا إنجاز التعبير، إلى مستوى أكبر ومستوى أوسع. بدل 4.5 مليون مواطن بقينا نتكلم في ما يقرب من 50 مليون مواطن يتم توسيع دائرة هذه القرى عشان يكبر الهدف من مجموعة قرى معزولة في محافظات ومدن كتير في الجمهورية ل 4500 قرية. ال 4500 قرية دول بيسكنهم نص المصريين، وهذه القرى على اختلاف بقى درجاتها، اللي ناقصها وحدة صحية، اللي ناقصها فرن عيش، اللي ناقصها الصرف الصحي، اللي ناقصها تدخلها المية مية الشرب، اللي وهكذا، اللي عايزين مدرسة، اللي عايزين كهرباء، البيوت اللي محتاجة تسقيف، اللي محتاجين شغل، وحدة صحية. كان دايما في كل هذه القرى يا حاجتين يا تلاتة يا أربعة يا حاجة من الحاجات دي كانت ناقصة. فكان الهدف وأصبح هدف حياة كريمة اللي بتتم على 3 مراحل، 4500 قرية كل سنة لازم تتم فيهم بإذن الله مرحلة، والبلد الحمد لله ماشية فيها كويس جدا الحقيقة. ده الهدف وده هدف المبادرة، وشيء عظيم إنها تتوسع بهذا الشكل. طبعا حضراتكم فاكرين احتفالية استاد القاهرة اللي كانت في 15 يوليو اللي فات، وإطلاق السيد الرئيس لمبادرة حياة كريمة عشان تتحول إلى مشروع قومي بيمثل مستقبل التنمية في مصر كلها. هدف نبيل وهدف الحقيقة عظيم بتتضافر فيه جهود الدولة، وكمان جهود الناس اللي حضراتكم شايفينهم، العمال البسطاء، أهالي هذه القرى والقرى المجاورة اللي بيشاركوا في مد الشبكات، بيشاركوا في توصيل المية، في تسقيف البيوت، منظمات المجتمع المدني، وزارة التضامن، الكهرباء، الداخلية، التموين، الصحة، التعليم، كله شغال في هذه المبادرة عشان توفير الحياة الكريمة للناس. برحب بسيادة الوزيرة نبيل القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. سيادة الوزيرة مساء الخير، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عمرو، وبهني حضرتك بالعام الجديد وبرنامجك الرائع والمشاهدين كلهم كل سنه هم طيبين، ومصر الحبيبه في احسن صورها وفي ازهى عصرها يا رب ان شاء الله. يا رب دايما، وكل عام وحضرتك بخير. والحقيقه انجاز ان احنا يعني ندي كاس الانسانيه فهنديه لهذا المشروع، مشروع حياه كريمه، والمشروع القومي حياه كريمه. يمكن حياة كريمة لحضرتك المقدمة اللي قلتها كنت بنتكلم فيها أكتر على البنية التحتية، على الكهرباء، على الريف، على الخدمات المختلفة. يمكن إحنا كمان الشق اللي بيهمنا في حياة كريمة جدا هو المواطن المصري وبناء الإنسان، الاستثمار فيه والارتقاء بحياة المواطنين، اللي هو نفس المواطن هو اللي هيحافظ على المكتسبات اللي بيتم بنائها في الوقت الحالي، واللي هيساهم في
الحفاظ عليها، بنتكلم من اول الاطفال لغايه بنتكلم على الحضانات، المدارس، المجتمع، لمن فاته وقد اختار التعليم او تسرب دخل وتسرب. بنتكلم ايضا على مساله الحد من الزياده السكانيه وخدمات تنظيم الاسره. بنتكلم على وعي المواطن المصري والاسره المصريه البسيطه ببعض المفاهيم اللي ممكن تكون يعني بتعطل عجلة التنمية، مثل الأمية، عدم الاكتشاف المبكر للإعاقة، العنف الأسري، ختان الإناث أو الزواج المبكر، الهجرة غير الشرعية. فبنشتغل كمان على القوى الناعمة لمفاهيم والوعي المواطن المصري. نتكلم أيضا على التمكين الاقتصادي وعلى تدوير عجلة الإنتاج، وعلى أن احنا نخلي الريف منتج والقرى منتجة. وأيضا في موضوعات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة خدماتها على المستوى القرى. يمكن حصلت طفرة في الفترة السابقة بس على مستوى المحافظات وبعض المراكز، احنا بننزل بالخدمات على مستوى القرى وبنتوسع أيضا في خدمات ذوي الإعاقة والطفولة المبكرة. فبتكلم أخيرا كمان على المسنين وعلى الخدمات الموجهة للعصر الذهبي لفئات كبار السن، وعلى كيفية الوفاء بخدماتهم وتكريمهم في هذه المرحلة من حياتهم. زي ما بنقول هي حياة كريمة مش بس في البيئة اللي بيعيشها المواطن، ولكن في المواطن المصري. طبعا الحياة سيادة الوزيرة، احنا كنا شهود على نموذج في احدى قرى حياة كريمة في محافظة بني سويف وفي مدينة بني سويف بالتحديد. نزلنا وصور، انا نزلت وقعدت مع الناس هناك وقعدت مع بعض السيدات، و بالفعل كان عندهم او اخذوا من مكتب وزاره التضامن في بني سويف مكن خياطه، وقدروا بمكن الخياطه دي كل واحده انها تشتغل وتساعد وتصرف عشان تحسن اوضاع المعيشيه لبيتها وتساعد جوزها. فالحقيقه ده دور محترم جدا، فكره التشغيل وخصوصا المراه، لان المراه في الريف بيبقى ليها دور برضه مهم جدا الحقيقه جنب الراجل. يعني المراه في الريف هي يعني كلنا شاهدنا لما بفكر في الدراما المصريه وعلى ازاي كنا بنشاهد بعض الشخصيات الشهيره في الدراما زي فاطمه تعلبه وزي الشخصيات الشهيره ديت. كنا بنشوف قد ايه الست المصريه قويه على مستوى الريف وعلى مستوى صعيد مصر. صحيح، وده اللي احنا بنثق فيه. يمكن النهارده حضرتك بتتكلم على مكن الخياطه وعلى غيرها من ادوات الانتاج. احنا بنشجع الوحدات الانتاجيه المجمعه، بنشجع التعاونيات الإنتاجية عشان نقدر نطلع منتج قوي نقدر نسوقه. بدل ما نفتت الإنتاج إحنا بنسوق لفكرة الوحدات الإنتاجية عشان نقدر يبقى فيه منتج بجد يوفي حاجات القرية، على الأقل يوفي احتياجات القرية نفسها، بدل ما القرية تتكلف إنها تدفع مواصلات وتجيب منتجات من الخارج. فبنتكلم على الجزء الخاص بالأسر المنتجة والقرية المنتجة. ويمكن الأسر المنتجة هو يعني قطاع مهم في وزارة التضامن الاجتماعي منذ عشرات السنين. يعني يمكن الجزء بتاع إن إزاي المواطن ينتج حتى لو في بيته أو في ورشة صغيرة أو في يعني مصنع من المصانع الصغيرة أو المحلات البسيطة. اللي احنا بس بنشجعه لهؤلاء المواطنين ان احنا ينضموا للقطاع الرسمي لحمايتهم هم، للوفاء بحقهم هم، حمايتهم التامينيه، حمايتهم الصحيه، تاميناتهم، معاشاتهم. فكمان بتفتحوا لهم يا فندم افاق عمل شغل وبتعرضوا لهم معارض. يعني النهارده ديارنا في دمياط شيء عظيم جدا يعني، وفي غيرها في اماكن كتير. يعني يمكن احنا في عام 2020 نفذنا 12 معرض. سيادة الرئيس وجه ان احنا نزود عدد المعارض. ان شاء الله الخطه ان احنا في عام 22 نعمل على الاقل 20 معرض على مستوى الجمهوريه، ونتعاون مع زملائي في الوزارات الاخرى نعمل معارض دائمه. احنا كان التضامن عندها معارض دائمه لكن محتاجه تطوير. فكره ان مش بس التسويق، حل مشكلات الانتاج بتاعهم، حل مشكلات بعض الخامات، تدريبهم على المعايير المنتجات الصح عشان يقدر يبقى ليهم منافسه في السوق. هم ناس بسيطه، يعني يجب ان يكون في هناك
يعني نحط نماذج ومعايير للمنتج عشان نقدر نطمح ان هو يطلع للسوق المحلي بينافس منتجات جايه من الخارج. أكيد. واحنا عايزين مصر تعتمد على المنتج المحلي ونقلل مستوى الاستيراد واستخدام العمله الصعبه، وفي نفس الوقت بندور عجله الانتاج طبعا. في المنازل وفي الاسر. وكل ما الاسر تكسب كل ما بيوت بتتفتح. مظبوط. وبنحسن جوده الحياه. والله يا فندم بمعرض ديارنا وكم المنتجات خصوصا الحرف التراثيه الاقبال عليها في كل المعارض بيبقى يعني منقطع نظير زي ما بيقولوا، السجاد، الكليم، الشغل الخشب، المشغولات اليدويه، الملابس المصريه الاصيله، شغل الصدف، يعني شيء عظيم جدا يعني احييته من خلال هذه الاسر عدد من الحرف التراثيه اللي يعني كادت ان هي تندثر في وسط بقى المستورد يعني والبلاستيك اللي بيجي من بره. يعني انا كنت سعيده النهارده اني اشوف اجيال، عارف حضرتك كمان يمكن كان في تركيز على محافظه دمياط، احنا عملناها في محافظه المنيا، وبشكر زملائي محافظ المنيا ومحافظه دمياط ان هم انضموا لينا النهارده. يعني الحقيقه هو اتاح لينا محافظ المنيا الارض اللي بنعرض عليها بالمجان، واحنا بنتكلف كوزاره التضامن الاجتماعي التسويق واقامه المعرض. المساله ان احنا بنساعدهم، شفت النهارده اجيال شابه من اولاد المنتجين انفسهم والعارضين، واقفين بينقلوا الحرفه او بتنتقل الحرفه والمهنه من الاجيال القديمه للحديثه. ضمينا كمان صناعه الخشب والاساس المنزلي اللي هو رصيد السعر عشان نقدر نشجع الاسر ما تغاليش مصروفات الزواج ومصروفات تأسيس المنازل. بدايل جميلة والحاجات اللي احنا شايفينها على الشاشة وحضرتك بتتفضلي بالحديث، يعني دي حاجات أسر كتير جدا بتقبل عليها الحاجات والحرف المصرية الأصيلة دي. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا سيادة الوزيرة نيفين القباج، وإن شاء الله عام 2022 يكون عام مليء بالنجاحات لمصر كلها وللدور العظيم والمحترم اللي بتقوم بيه وزارة التضامن، وطبعا لمبادرة حياة كريمة اللي مرة تانية وثالثة الواحد والله لو يملك وبإيده أنا هدي هذه المبادرة وكل القائمين على هذه المبادرة وسفراء هذه المبادرة حياة كريمة ولكل العمال والناس اللي اشتغلوا في حياة كريمة هديهم كاس الإنسانية من الدرجة الأولى، لأن الحقيقة دورهم دور عظيم جدا لأنهم بيحيوا ملايين من الأنفس وملايين من البشر وبيحفظوا كرامة أسر كتير جدا وأطفال، هم دول الأمل في بكرة، فإن شاء الله يعني ده شيء عظيم يكون في ميزان حسناتهم جميعا. منذ عامين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته لبدء العمل بمبادرة حياة كريمة، تلك المبادرة التي غيرت وما زالت تغير الكثير في حياة المصريين. انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد. بدأ العمل بتقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبالتنسيق الكامل مع جميع الوزارات والهيئات المعنية. وتستهدف المبادرة من خلال عملها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوفير التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، والأهم هو الاستثمار في تنمية الإنسان المصري وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى. ويتركز عمل المبادرة
في توفير سكن كريم ورفع كفاءة منازل وبناء أسقف وبناء مجتمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجاً، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وتوفير بنية تحتية من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة للخدمات الطبية من خلال بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، وفي الخدمات التعليمية بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية. واهتمت المبادرة أيضا بالتمكين الاقتصادي من خلال التدريب والتشغيل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مصري بتوفير حياة كريمة تليق بكل المصريين. من مصر، محمد الجباس. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي كان عنده اجتماع مهم، الاجتماع ده عشان التكليف الرئاسي بتخصيص 100,000 شقة مفروشة بنظام الإيجار للشباب المقبلين على الزواج. شاب عايز شقة، عايز يتجوز، معهوش تمن التمليك، مش قادر على سعر القانون الجديد الغالي والمبالغ فيه. طيب الراجل ده يعمل ايه؟ الشاب ده يروح فين وعايز يتجوز؟ فكانت المطالبة الرئاسية بضرورة توفير وحدات سكنية، 100,000 وحدة سكنية، 100,000 شقة تكون حديثة مفروشة فرش كويس جدا، وتكون بسعر إيجاري مناسب، إيجارها معقول يناسب الشاب البسيط الصغير ده اللي هيتجوز، ويكون كمان موجودة ومنتشرة في أماكن كتير على مستوى الجمهورية وفي أماكن حضرية ومدن جديدة تليق بالناس. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي كان لي اجتماع مهم في هذا الإطار، وسيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار كان موجود. تم استعراض هذه الدراسة اللي اشتغل عليها وأعدها صندوق الإسكان الاجتماعي عشان الوحدات المقترحة. النهاردة احنا بنتكلم في 100,000 وحدة، 100,000 شقة مفروشة بالكامل، هتطرح الإيجار بسعر كويس. النهاردة تم مناقشة الأماكن اللي هيتم توزيعها، الآليات اللي على أساسها هيتم من خلالها يعني اختيار هؤلاء الأفراد أو الناس دي فين هتروح، فين الأماكن الشقق المتاحة بالنسبة لهم. كمان فكرة تأسيس الشقق دي وفرشها، يا ترى التمويل ده هيجي منين، مين الشركات اللي هتفرش، مش أي فرش هيتحط، أمور كتير في هذا الإطار. كمان الجهة اللي هتتولى التعاقد مع الشباب وتحصل الإيجار الشهري منهم، ليكن الإيجار الشهري ده مثلا 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه أيا يكن بقى الرقم، أيا يكن الرقم، أكيد في اشتراطات، أكيد في جهة هي اللي هتتولى وهتكتب مع الشباب دي العقود وهي اللي هتقوم بالتحصيل الشهري. كل هذا الإطار حقيقة ده شيء محترم جدا، ونتمنى إن هو ينجز في أسرع وقت ممكن، لأن هنا هيفك أزمة كبيرة جدا بالنسبة لناس كتير وشباب كتير مقبلين على الزواج. توفير 100,000 شقة، وال100,000 شقة الشيء كمان الجميل فيهم إن مش بس هيسلمها لحطان، لا ده هتستلم الشقق مفروشة، يعني عايز يتجوز مش هيقف بقى على التلاجة وعلى الغسالة وعلى أوضة النوم، لا هتبقى مفروشة مؤسسة بفرش محترم، يقدر أي شاب اللي هو عايز يتجوز يعني في هذا الإطار أو بالميزانية دي يقدر إن هو كان هيشتري الحاجات دي هو بنفسه، النوع ده من التلاجات، الفرش ده، السجاد ده، النجف ده، هو كان هيجيب الحاجات دي، فبالتالي هيلاقي ده موجود في الشقة دي، في مشاريع الإسكان دي هتكون مفروشة ومتاحة ليه للإيجار وبسعر معقول أو بإيجار معقول، يقدر إن هو يدفع هذا الإيجار بدل ما يروح في أماكن عشوائية في مجاهل المجاهل وهيدفع فيها الشيء الفلاني في الإيجار القانون الجديد، وبعد كام شهر يقول له لا أخرج، ده أنا عايز أبيع الشقة ولا أجرها لحد تاني، والأمور اللي حضراتكم عارفينها في القانون الجديد، وبيحصل عدم استقرار في هذه الأسرة المكونة حديثا. فهذه الخطوة الحقيقة أنا شايف إنها، وناس كتير بترى إنها خطوة هتحمي هذه الفئة من الشباب المصري اللي محتاج إن هو يتجوز بتكاليف بسيطة بإيجار بسيط، ويا سلام لو الشقة تكون مفروشة، وهو ده الحقيقة اللي بيناقش حاليا وناقشه النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كمان وإحنا بنتكلم على الإسكان في مشروع قانون جديد في مجلس النواب بيخص اشتراطات البناء في المجتمعات العمرانية الجديدة. حضراتكم عارفين ان في
حد معين للبناء في او للارتفاعات مثلا او للمساحات في المجتمعات العمرانية الجديدة لا يمكن تجاوزها. طيب ايه الهدف من هذا التعديل؟ الهدف او يستهدف هذا التعديل يعني الجواز لذوي الشأن بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية المسموح بها او المعمول بها او تقنين وضع قائم. يعني النهاردة مثلا في المدينة الجديدة سين ليكن الارتفاعات مثلا ثلاث ادوار، يعني بدروم واول وثاني وثالث ليكن يعني، فممكن هذا التعديل يسمح بدور رابع، ممكن بدل ما يروح مكان تاني او يدور على ارض تانية لا ممكن يسمح له بهذا الدور او ان هو يوافق اوضاعه في هذا الاطار. هنعرف ده يا ترى هيكون مردوده ايه بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفكرة الطلب على العقار من ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور سيف الدين فرج استاذ الاقتصاد العمراني. دكتور سيف مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا عمرو بيه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، كل عام حضرتك بخير. وشايف ازاي يا فندم مشروع القانون ده، فكره ان احنا ننظر تاني الى فكره اشتراطات البناء في المجتمعات العمرانيه الجديده، لان هذه الاشتراطات ليست دستورا سماويا وانما ده امر من صنع البشر يعدل وفقا للاحتياجات، حضرتك شايف ده ازاي؟ طبعا هو يعني النهارده الدوله بتعمل من خلال مرونة، ومن خلال مرونة شديدة. يعني النهاردة لو واحد عنده عمارة مثلا ثلاث ادوار، لو الدولة سمحت له يبقى قانوني ويبقى التشريع بيسمح له بإضافة دور آخر، فده هيبقى إضافة له وهيبقى تكلفته أقل كتير، لأن هيبقى نصيبه من الاساسات موجود. بس ده لازم يعني هيتبع، لازم يكون او يعني قبل ما يحصل تعليه لابد اول شرط ليها ان تبقى الاساسات تتحمل هذه التعليه عشان يكون الدور ده دور امن. وفعلا الدور ده هيزود يعني هيزود اعداد كبيره قوي وبتكلفة أقل، لأن نصيبه من الأساسات خلاص خلص، فهو دلوقتي هيبني دور فقط، فده هتبقى التكلفة أقل من تكلفة إن أنا أبدأ مبنى من جديد وهعمل له أساسات، فده هيبقى أفضل، يعني حل أفضل لناس كتير قوي وهيفتح فرص عمل برضه. أكيد هو يعني صاحب العمارة اللي هيزود دور مثلا زيادة دور رابع على الثلاث ادوار والارضي والبدروم، اكيد هو هيكسب وهيبيع بسعر السوق، يعني هيبيع الشقة بسعرها النهاردة، سعر المتر بسعره، ولكن فكرة ان هو هيعمل اتاحة اكبر لعدد من الشقق في الاماكن دي، شايف حضرتك دوت ازاي او مردوده ازاي على الطلب في سوق العقارات؟ هو مردوده دلوقتي حضرتك ان احنا هنكبر مساحة العرض. يعني ايه نكبر مساحة العرض؟ بدل ما يبقى عندي مثلا عرض 5000 وحدة، انا النهارده لما اعلي دور في كل منشأ هيبقى بدل ما يبقى العرض مثلا سي عندي 5000 هيبقى العرض مثلا سي 7000. فده هيبقى افضل، لان هيواجه الطلب، لان انا يعني كل سنة عندي زيادة سنوية 2 مليون ونص مواطن سنويا بيزيدوا، ايضا عندي 900,000 عقد زواج سنوي بيتم، فاحنا محتاجين نزود العرض عشان يتناسب مع الطلب. فده كويس، بس برضو انا ليا في ملحوظتين على هذا الموضوع. اول ملحوظه ان لازم يكون في شهاده من مهندس استشاري ان هذا المنشا امن في التعليه، دي حاجه. ثاني حاجه ان لو هو اربع ادوار وهزود عليه الدور الخامس، ده لازم يستلزم تركيب مصعد، اركب اسانسير. لازم، لان ما ينفعش هبقى الدور الخامس فوق الارضي ومفيش مصعد. ثالث حاجه لازم نراعي ان يبقى في سلم هروب لو لا قدر الله في حاله طوارئ، في حاله حريق، لابد من وجود بس ده ممكن هروب. ما يكونش مثلا موجود في التصميم الاساسي بتاع العماره، يعني اتعملت اربع ادوار وفي التصميم مفيش اسانسير او مفيش سلم هروب. لا حضرتك، سلم الهروب سهل انه تعمل، مش بالضروره
يتعمل خرسانة ممكن يتعمل ستيل، ده سهل، ده ما فيهوش حاجة. المصعد حتى لو ما كانش في الرسومات في مصعد، ممكن أركب المصعد بحيث إن هو يعمل وقفة على البسطة بتاعت السلم، فده برضو هيسهل شوية، لأن الدور الخامس فوق الأرضي بيعتبر ارتفاع كبير. بالظبط. طيب يعني دكتور سيف، أنا عايز أسأل حضرتك مصعد. تأثير القرار ده أهم من المصعد والأهم من الهروب الاستشاري. طبعا، ما هو مشروع القانون دلوقتي موجود في حوزة أو بيناقش في مجلس النواب، وأكيد يعني كل هذه الأمور ستدرج فيه وحاليا بتناقش فيه، ولكن فكرة الطلب، يعني أنا برضو مصر على فكرة الطلب، ليكن مثلا نقول الشيخ زايد مثلا، يعني لو قلنا مثلا سعر متر الشقة فرضا كده جدلا 10,000 جنيه، وانا عندي 5,000 شقه معروضين حاليا فرضا في الشيخ زايد، لما زي ما حضرتك بتقول لما هيتطبق ده والتعليه تحصل، هيبقى مثلا متاح عندي ليكن 50,000، هل ده هيخفض سعر المتر من 10,000 ينزل اقل، ولا هيفضل زي ما هو، ولا هيعلى سعر المتر؟ لا طبعا هينزل السعر، لان لما بيتعرض حجم اكبر ده بيهدي السعر. انا لما يبقى عندي 5,000 وحده معروضه غير لما يبقى عندي 6,000، غير لما يبقى عندي 7,000. مظبوط. كل ما بيزيد العرض السعر بيهدى. يعني اذا يعني وقت تطبيق هذا القرار او يعني القانون ده، يعني لما يحصل التعديل فيه، حضرتك تتوقع انخفاض اسعار العقارات في المجتمعات او المدن الجديده بالتالي؟ يعني برضه لازم نقول ان هو انخفاض نسبي، يعني مش هتنزل نزول، يعني مثلا من 10,000 ل 6,000، هتنزل نزول نسبي، ممكن تنزل مثلا من 10,000 ل 8.5 ل 9، لكن مش هتنزل نزول شديد، يعني النزول هيبقى نزول نسبي. لان المتاح هيبقى اكتر، يعني كده بالتالي المتاح هيبقى اكتر، اضعاف الموجود. بالظبط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتور سيف الدين فرج، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. نروح لموجه الطقس السيء، وزي ما حضراتكم شايفين اماكن كتير الحقيقه فيها حاله من عدم الاستقرار، حتى القاهره الكبرى النهارده كان في سقوط الامطار كده متقطع، كل شويه تمطر شويه وتبطل شويه، الشمس تطلع شويه وتختفي شويه، ولكن بصفه عامه يمكن تحسنت الاحوال الجويه خصوصا في محافظة البحر الأحمر. زي ما عرفنا أن المنخفض الجوي اتحرك، جالنا من الغرب، من شمال الغربي اتحرك، بقى عشناه احنا في القاهرة الكبرى ووجه بحري وشمال الصعيد الخميس والجمعة امبارح السبت شوية، لغاية ما اتحرك طبعا امبارح إلى البحر الأحمر والغردقة، خصوصا اللي كانت امبارح الأمور فيها كانت صعبة شوية والأمطار كانت شديدة وكان في برد وتلج نزل على الغردقة. يمكن النهاردة الأمور بتتحسن شوية وتم إعادة فتح طريق الغردقة راس غارب بعد ما اتقفل حوالي 12 ساعة كاملة. زي ما حضراتكم شايفين كان في جهود لشفط المية من الطريق وفتح الطريق في مختلف الاتجاهات، تم عمل تحويلة في منطقة الكيلو 40 عشان اللي نازل على القاهرة. برحب بسيادة المحافظ اللي هو عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. سيادة المحافظ مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك أستاذ المشاهدين. سيادتك بخير. سيادتك بخير يا فندم. يعني أعتقد أن الموجة اللي ضربت البحر الأحمر والغردقة خصوصا يوم الجمعة جت يعني في وقت كان غير مرغوب فيه، أعتقد يعني ليلة رأس السنة. والله يا فندم هي بدأت فعلا يوم الجمعة الساعة 1 الظهر بدأت بالتلج، ويمكن اللي ظريف في الموضوع ان هي نزلت في وسط الغردقه ونزلت على الممشى السياحي، والممشى السياحي كان فيه تجمعات لعدد كبير من الاجانب وكانوا في قمه السعاده بهذا الموضوع. يعني ما زعلوش، ما قالوش التلج ورانا ده احنا سايبين التلج في بلدنا وجايين عندكم عشان الشمس. هو طبعا نسبيا طبعا درجات الحراره بالتلج دوت لا تقارن بالاجواء عندهم يعني. اكيد. لكن فيما بعد اشتدت شويه الموجه واشتدت الفتره المسائيه لغايه الساعات الاولى من الفجر، وفعلا زي ما سيادتك اشرت كان ليها تاثير الاول على طريق احنا خدنا فيه قرار مباشر بالتنسيق مع السيد محافظ المنيا. انا اغلقت طريق الشيخ فضل اللي هو بعد راس غارب اللي بيودي على المنيا على طول مباشره،
وثم لما شد اكتر يمكن طلعنا قرار بالغاء الدراسه اليوم في كافه يعني او في 3 مدن رئيسيه في البحر الاحمر، سفاجه والغردقه وراس غارب. واغلقنا ايضا ال 40 كيلو او بعد 40 كيلو من الغردقه في اتجاه راس غارب، لان كان في سيل قطع الطريق دوت بالعرض. بدانا العمل مباشره. احنا عندنا الحقيقه خطه موضوعه، بمجرد ما الارصاد الجويه بتبلغنا بوجود امطار التمركزات على طول او الناس بتاعتنا بتاخد التمركزات بتاعتها، سواء كان الدفاع المدني او سيارات الشفط وسيارات الاسعاف، في تنسيق على طول مباشر طبعا مع هيئه الطرق والهيئه القوميه للمياه الشرب والصرف الصحي. بنبقى منسقين وكل واحد هيبقى عارف الدور اللي هيقوم بيه والمكان اللي هيتعامل بيه. احنا يمكن اغلاق الطريق ما استغرقش اكتر من 6 ساعات. فتحنا فرده واحده من الطريق شغلناها رايح راجع لمسافه 10 كيلو، طريق اللي هو الرئيسي. ثم فتحنا الشيخ فضل بالكامل، ثم فتحنا الطريق جميع الطرق دلوقتي في محافظه البحر الاحمر، سواء كانت داخليه او خارجيه ما فيهاش اي نوع من انواع الاعاقه المروريه. سيارات الشفط اشتغلت. يمكن داخل المدينه كان في عدد من التراكمات المياه في بعض الاماكن، الصرف اشتغل في جزء وفي جزء طبعا بيحصل فيه تراكم مائي. سيارات الشفط اشتغلت، ويمكن وانا بكلم سيادتك كانوا بيدوني تمام ان هي بدات الحمد لله، يعني الامور اللي كان فيها تراكمات الحمد لله. لكن الاشغالات يا فندم بصفه عامه حضرتك شايف انها كويسه وفقا للمعدل الطبيعي بتاعها يعني؟ بص، هو هقول لحضرتك يمكن احنا شهر 11 كان نسب الاشغال بالنسبه للاجانب كانت اعلى. شهر 12 عشان هم بيفضلوا يقضوا الاعياد بتاعتهم في بلادهم فقلت نسبيا، ولكن كانت زايده جدا باهالينا القادمين لقضاء اجازه يعني راس سنه عندنا هنا في الغردقه، فاللي كانوا قادمين من القاهره او باقي المحافظات يمكن دي عوضت ديت يمكن بزياده كمان شويه. طيب الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك بس على فيديو انا كنت شفته امبارح من منطقه الذهبيه، وعايز استوثق من حضرتك من القصه. ايوه اللي حضرتك ضحكت عليها دي. هو شوف طبعا ده كلام مش مظبوط، اللي هو ايه عشان بس نقول للساده المشاهدين موضوع النسانيس. ايوه فندم. ايه حكايه النسانيس دي؟ لا يا فندم، هو طبعا موضوع ليس له اي اساس من الصحه. هو كان تقريبا بيمتلكه احد الاشخاص وهرب منه وهو تعرف عليه يعني خلال الفيديو المنشور، وهو يعني راح للمكان دوت يعني وفعلا تعرف عليه وجابه يعني الراجل. يعني هو واحد كان مربي نسناس والنسناس هرب منه وطلع وقف على شباك واحد تاني وناس صورته ان النسانيس هجمت الذهبيه. يعني احنا بنتهاجم بحاجه زي كده يعني، يعني في حاجه زي كده منتشره يعني في المحافظه. الكلام ده طبعا ليس له اي اساس من الصحه ولا ناتي اي بلاغات رسميه. تمام. الكلام دوت يعني هي حاجه شخص هربت منه راحت في حته تانيه بس كده. طبعا عملوا بقى يعني الموضوع دوت يعني، لكن ما فيش يعني هذا الموضوع عاري تمام. انا بشكر سيادتك يا فندم وكل عام وحضرتك بخير. سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، شكرا جزيلا لحضرتك. وعايز اقول لحضراتكم والله القصه دي اللي شافها يعني امبارح على السوشيال ميديا يقول لك منطقه الذهبيه في الغردقه هجوم من النسانيس واستغاثات عبر مش عارف صفحه ايه على تخص المنطقه دي في الغردقه، اقفلوا الشبابيك عشان النسانيس بتهجم حاجه كده، وفي الاخر طلع واحد هرب منه نسناس ووقف على شباك جاره، وده كل القصه يعني وما فيها. بدليل النهارده ما شفناش حاجه تاني بعد كده والنسانيس اختفت خالص من المنطقه دي في الغردقه. واحنا بنتكلم برضو على السوشيال ميديا وعلى الاشاعات، يقول لك نسانيس في الغردقه، مره يقول لك فجاه ان متحف شرم الشيخ غرق وان متحف الغردقه غرق، وبعض الناس بتتناول هذه الامور وهذه الشائعات، ويمكن يعني يمكن عشان لغايه ما بيطلع التاكيد او بيطلع النفي ساعتها نقدر نقول ان ده خبر، لكن قبل كده بتكون شائعه. فالحقيقه مشكوره يعني او مشكورين في المركز الاعلامي لرئاسه مجلس الوزراء تحروا هذا الامر، وتم يعني التحقيق في الموضوع او معرفه مدى صحته من كذبه يعني، وبالفعل تم التواصل مع وزاره السياحه والاثار، سالوهم
هل في مشاكل في متحف شرم الشيخ ولا متحف الغردقة وهل غرق ولا حاجة، كان الرد من وزارة السياحة والآثار إن الكلام ده غلط تماما والكلام ده عاري تماما عن الصحة وإن مفيش أي أضرار سواء بالمتحفين متحف شرم الشيخ أو متحف الغردقة لم يتضرروا على الإطلاق من جراء موجة الأمطار اللي شهدتها سيناء سواء شمال أو وسط أو جنوب سيناء أو حتى محافظة البحر الأحمر خلال الفترة اللي فاتت، وإن كل القطع الأثرية الموجودة سواء في متحف شرم الشيخ أو في متحف الغردقة ما فيهاش أي مشاكل، لم يلحق بها أي ضرر الحمد لله. وحاليا وإحنا بنتكلم حضراتكم أو يعني زي ما البيان كان طالع وقتها كان في استقبال للزائرين والسائحين بشكل طبيعي ومفيش اي مشكله، ولكن ده الطبيعي اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا. بمناسبه شرم الشيخ، يعني الايام بتقرب وانطلاق فعاليات النسخه الرابعه من منتدى شباب العالم اللي هيكون بحضور ورعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ ان شاء الله من 10 ل 13 يناير الحالي. شيء الحقيقة حدث مهم جدا وملفت جدا، لأن الشباب مش بس المصري، لا كمان الشباب اللي بيجي من دول كتير في العالم هم سفراء للحديث عن مصر وللترويج للسياحة المصرية بأبسط ما يكون، وللترويج كمان للشباب المصري ولفكر الشباب المصري. عايز أقول لحضراتكم كمان في تطبيق محترم جدا يخص منتدى شباب العالم، تطبيق موجود على الهواتف المحمولة زي ما حضراتكم شايفين iOS أو أندرويد، حاجة محترمة جدا سواء الشباب المصري أو الشباب الأجنبي العربي اللي هيكون موجود هيقدر يستخدم هذا التطبيق عشان التواصل فيما بينهم، عشان فكرة أنه يكون على علم بكل الأحداث اللي بتحصل داخل هذه النسخة المهمة من منتدى شباب العالم. كان المفروض يعقد في 21 ولكن بسبب الجائحة تم تأجيله لهذا العام 22. شيء الحقيقة محترم جدا، وعايز أقول لحضراتكم التطبيق ده اللي هو جزء من المنتدى هو واحد من أهم وسائل التأثير والقوة الناعمة اللي ممكن مصر تستخدمها في هذه الفترة. دول العالم كلها بتتفنن، أو من لدي البصيرة بيتفنن إزاي يقدر يبرز للعالم صورته، الأمن، الأمان، الاستقرار، الحداثة، التنمية والتطور. كل دول العالم اللي عندها بصيرة بتكون ملتفتة لهذا الأمر، فمنتدى شباب العالم هو واحد من هذه الأدوات اللي لازم كلنا الحقيقة نكون على وعي بهذا الأمر ونساند هذا الأمر. نروح لمحافظة الأقصر، والحقيقة برضو الأقصر شمسها الجميلة مزدهرة في هذه الأيام وتزدان في هذه الأيام، وطبعا أشجار الكريسماس والزينة، وفي حالة ما شاء الله كده من الرواج السياحي تبارك الله في فنادق الأقصر. أعتقد نسب إشغال لم تحدث من سنين طويلة جدا، بنتكلم على تقريبا يعني 100% ما شاء الله، يعني 100% ربما أرقام ما شفناهاش من أكتر من 10 سنين. عايزين نروح بس نطمن على الوضع هناك ونشوف غرفة شركات السياحة في الأقصر رأيها إيه. أعتقد معي على التليفون الأستاذ ثروة عجمي رئيس غرفة شركات السياحة، وكمان معنا عبر زوم دكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار معبد الكرنك. دكتور مصطفى مساء الخير، وأستاذ ثروة مساء الخير، أهلا بحضراتكم. أهلا بيك. أهلا وسهلا دكتور مصطفى وأستاذ ثروة، وسنة سعيدة على اهل الاقصر جميعا. واسمح لي دكتور مصطفى ابدا مع الاستاذ ثروت نشوف الحصاد قبل ما نيجي لحضرتك، واعتقد عنده الثمره كلها. يا استاذ ثروت ارجوك قول لنا الاشغال اخباره ايه، وراس السنه والنيو يير اخباره ايه في الاقصر. مساء الخير عليك استاذ عامر. مساء الخيرات يا فندم. مستعدين وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك بخير. الحقيقه الاقصر شهدت هذا العام احتفاليه راس السنه، يعني لها كما ذكرت لها سنوات سابقة لم تحتفل الأقصر بمثل هذا العام. الحقيقة افتتاح طريق الكباش أثر قوي في كل من شاهده في إخواننا المصريين وفي الخارج، وتدفق الأيام الماضية العديد من السياح المصريين والأجانب إلى مدينة الأقصر. وشاهدت الأقصر يعني زي ما ذكرت حضرتك فولي بوكت الفنادق والمراكب العائمه، كل فولي بوكت كله محجوز 100%. الحمد لله. الحمد لله. الرقم ده ما اتحققش من امتى يا فندم؟ والله الرقم ده ما اتحققش من 2011
لان السنه دي احنا الحمد لله دي اول مره نجد مصريين بغزاره يحضروا راس السنه هذا العام. والله ده شيء مبهج. انا عايز اقول لحضرتك انا يعني اخر زياره ليا للاقصر من حوالي 4 سنين تقريبا يعني كان ليا حديث مع احد العاملين في القطاع السياحي وقال لي والله احنا زعلانين واحنا متضايقين والاقصر ما كانتش كده والاعداد قليله، لكن حضرتك بتقوله دلوقتي حاجه مشجعه وتفتح النفس الحقيقه. الحمد لله الحمد لله. اتفضلوا الثروه. ايوه الحمد لله، لاني الحقيقه كان طريق الكباش مبهر له دور فعال في زياده عدد المصريين والاجانب، يعني رغم ان في احنا بنمر طبعا بتحول كورونا في العالم، وده بالتاكيد بيأثر بالسلب على السياحه القادمه الى مصر. مثل اوروبا احنا اتاثرنا باوروبا يعني طبعا. في ديسمبر اتاثرنا، ولكن اسبانيا لم تتوقف وعندنا طائرات شاطئ من فرنسا لم تتوقف، لكن انجلترا زي ما انت عارف انها قفلت، المانيا طبعا ما فيش برغم التحور، لكن هناك جنسيات اخرى الحمد لله استقبلتها الاقصر الايام الماضيه، ونامل الايام المقبله ان تشهد الاقصر العديد من السياحه الاجنبيه ان شاء الله. ان شاء الله كل ده خير، كل ده خير لاهالينا في الاقصر والعاملين في القطاع السياحي. اسمح لي اروح لدكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار معبد الكرنك. ودكتور مصطفى يمكن انا كنت حابب اتكلم مع الاستاذ ثروت في البدايه عشان ده نتيجة وده حصاد للعمل المحترم اللي قامت به الدولة المصرية ووزارة الآثار وآثار معبد الكرنك في طريق الكباش وغيره من الأمور اللي ده كان مردودها، دي النتيجة لهذا العمل اللي الدولة المصرية قامت به في الشهور اللي فاتت. فتحية لحضرتك وتحية لكل القائمين عليه. شكرا جزيلا أستاذ عمرو، وطبعا العالم كله كان شاهد احتفالية طريق الموقف الكبرى المعروف باسم طريق الكباش، وهي بالفعل كان حلم طال انتظاره منذ امد طويل، يمكن اكثر من 70 عام من اعمال الكشف على الطريق، والحمد لله قدرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومجهودات الدوله اللي هي لم تكن تتحقق لولا ان تضخرت كل جهود الدوله بشكل كبير جدا طبعا بفضل رعايه السيد الرئيس، ويعني متابعتي بصفه شخصيه لكل المستجدات الخاصه بالعمل في الطريق والالتقاء بمنظومه الاثار والسياحه في الاقصر في الفتره الاخيره. الحمد لله. عايز اقول لحضرتك الجديد، يعني احنا عارفين ان فعاليات الاقصر هتكون مستمره، هتكون في فعاليه سنويه لطريق الكباش، شايفين اللي حصل في طريق الكباش ازاي نقطه انطلاق محتاجين نبني عليه، شايف حضرتك ده ازاي؟ واثار الاقصر بصفه عامه واثار معبد الكرنك بصفه خاصه ازاي هتبني عليه؟ بالتاكيد يمكن الاستغلال المردود اللي كان طلع طبعا من بعد الاحتفاليه بتاع طريق المواقف الكبرى هو كان مردود كبير جدا، ويمكن الوزاره ما عملتش بس مجرد ان هي افتتاح الطريق بس، لا احنا عملنا منظومه عمل كامله من خلالها قدرنا ان احنا نعمل تطوير شامل لكل اثار الاقصر بصفه عامه. يعني احنا بنتكلم عن تقديم خدمات في المعابد زي معابد الكرنك والاقصر وعلى طول طريق الكباش، في تزويد مثلا للمرحلة الإرشادية بعض المناطق بتاعها لذوي الإعاقة برضه تحقيقا لمبادرة سيادة الرئيس في عام 2018 واحنا بنمشي على نفس النهج برضه. في يمكن أعمال ترميم كثيرة جدا مبهرة زي مثلا ترميم صالة الأعمدة الكبرى اللي موجودة في معابد الكرنك. في يمكن برضه ترميمات شاملة في المعبد كله، في مشاريع حفاير مستمره على طول الطريق. دي كلها حاجات يمكن الوزاره وضعها في الخطط بحيث ان احنا بننزل بيها اعداد الزوار، بنعمل تطوير للمناطق بصفه عامه علشان طبعا تاهيلها يبقى في اعداد زياره مستمره. طب عارف دكتور مصطفى انا اسف للمقاطعه، يعني ممكن حاجات عظيمه جدا تتم ولكن حاجات بسيطه جدا ممكن تفسد الهدف، يعني لو الحمامات انا اسف لو الحمامات مش على احسن مستوى، الهايجين والنظافه اللي الناس بتستخدمها مصريين واجانب ده ممكن يعمل مشكله، لو الـ الاماكن الخاصه بالكافيتريات اللي تقدم للناس مشروب كويس او اكله كويسه، فكره البازار الموجود، فكره التعامل من سواق التاكسي ولا سواق الحنطور اللي بيوصله، كل الامور دي ازاي يا فندم مراعاه بالنسبه لكم او تحت انظاركم؟ بالتاكيد يمكن كل كلام حضرتك، يمكن لو حضرتك شرفتنا في مصر خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله هتلاقي كل مثلا انا حدي على سبيل المثال لا الحصر
عندنا في مثلا معابد الكرنك، احنا عملنا تطوير شامل لكل الحمامات اللي موجوده في معابد الكرنك، اللي هو يعني بالبلدي كده احنا صورنا الحمام كله يعني. هايل، انسف حمامك القديم. وهو ده اللي حصل بالفعل. عظيم. بالفعل كمان عملنا يمكن بدءا من اول يعني النهارده وامس في تطوير خدمات الكافيتريات اللي موجوده في المناطق، وزي مثلا برضه الكرنك موجود عندنا بنفس النظام. في كافيتريات جديده فتحت في طريق الكباش على طول الطريق في اوله عند معبد الكرنك وتحته عند معبد الاقصر. وفي حاجات يا فندم كويسه كده، وتقدم وجبه نظيفه للناس، مشروب حلو امن يقدر يعني طليق يعني. ده بالتاكيد يعني في يمكن رقابه بيستمر عليها، وفي يمكن على طول حاجات للتطوير. احنا كمان عندنا حتى مؤخرا افتتحنا يمكن مقر بتاع شركه كنوز اللي هو بتبيع المستنسخات اللي هي مظبوط وزاره السياحه والاثار. بشكل جميل جدا، بيبقى مثلا الزائر بيزور مركز البيع وبيشتري الاوبجكت او الهديه اللي هو عايز يشتريها، ومعاها شهاده بتوضح ان هي تصنيع من وزاره الاثار، وان هي حاجه يمكن مبهره قيمتها عند السائح بتبقى حاجه جميله جدا ومتقدمه يعني. ده شغل محترف، ده شغل محترم، تكون الخدمة متكاملة، كومبو للراجل اللي جاي ياخد خدمة متكاملة. وأعتقد ده بيترجم برضو عند الأستاذ ثروت عجمي، عند غرفة شركات السياحة، عند الأوتيلات، مش كده يا أستاذ ثروت؟ لما الناس تيجي وتلاقي المكان كويس ومحترم، تبعت الفيديوهات وتطلع لايف، فتلاقي العجلة بتدور وناس تانية بتيجي. أعتقد ده أكتر ناس حضراتكم بتلمسوه في شركات السياحة وفي الفنادق في الأسر. بالتأكيد طبعا، لكن تاريخ الأقصر وسمعتها السابقة حيث تمتلك تلت آثار العالم الحقيقة يعني. الأقصر تاريخ ويدرس التاريخ بره في أوروبا، بالذات في فرنسا وألمانيا. فإحنا الحمد لله عندنا الطاقة الفندقية عظيمة، الخدمات عظيمة عندنا. إحنا يمكن الغردقة والشرم، خلينا في الغردقة، الغردقة معظم من بنوا السياحة في الغردقة بالنسبة للأوتيلات أغلبهم من الأقصر. مظبوط. الأقصر أسست المهنة الفندقية في الغردقة مع طبعا أبناء القاهرة ومختلف أبناء الجمهورية، ولكن أهل الأقصر وسياحة الأقصر هي اللي عملت مرسى علم واشتغلت في الغردقة والخط ده كله طبعا، ده معروف يعني. ومعانا برضو يعني مهنيين اكتر برضو كويسين برضو في اسوان. ولكن يا فندم فكره ان الخدمه تكون اللي بياخدها السائح في الاقصر تكون طليق، يعني يلاقي حمام محترم، يلاقي وسيله نقل وتاكسي كويس ينقله، يلاقي تعامل كويس، يلاقي كافيتيريا كويسه، ده مردوده اكيد بالنسبه لكم مهم. بالتاكيد بالتاكيد، لاني احنا من زمان ونحن دايما بنسعى الى الافضل، سواء كانت مطاعم او كافيهات او اوتيلات. يعني احنا عندنا دلوقتي في الاقصر انتشر البوتيك اوتيل، وده يعني حاجه مش موجوده في اغلى البوتيك اوتيل، اغلى فندق في صعيد مصر البوتيك اوتيل، ودي حاجه تحفه يعني، زي الوينتر بالاس في اسعاره عظيم. ما بينزلوش. فعندنا البوتيك اوتيل، عندنا الذهبيات يعني حاجه أكثر من رائعة، والسائح بتاع الذهبيات الإنفاق بتاعه، حجم الإنفاق بتاع السائح ده يعتبر أغلى سائح بينزل الأقصر وأسوان. فإحنا عندنا طبعا الجديد دايما في السياحة زي الذهبيات والبوتيك اوتيل، وعندنا الحمد لله خدمة فندقية رائعة في مدينة الأقصر. ده دايما يعني نظرتنا للأقصر وأهل الأقصر وصناعة السياحة هناك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر. كل الشكر أيضا دكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار معبد الكرنك، ومن نجاح إلى نجاح دكتور مصطفى وأستاذ ثروت، شكرا جزيلا، وإن شاء الله يكون عام جديد سعيد على السياحة المصرية والأقصر وأسوان على وجه الخصوص. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح.
وتسيب بلدنا. إقبال سياحي كبير تشهده محافظة الأقصر، حيث وصلت أعداد كبيرة من السياح الأجانب من مختلف جنسيات العالم لقضاء أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد. وتزينت معابد الأقصر والكرنك بتوافد السائحين، واستعدت كافة الفنادق الكبرى بالمحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاء وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة. والآن فنادق الأقصر كاملة العدد، فقد كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات إلى الأقصر أن المحافظة شهدت تدفقات سياحية كبيرة لزيارة المقاصد الأثرية والسياحية وأهمها المعابد وطريق الكباش الفرعوني. وتقام حاليا عدد من الفعاليات الفنية والبرامج السياحية التي تجذب السياح الأجانب في الموسم السياحي الحالي الذي يشهد تدفقات سياحية من مختلف الأسواق، سواء بالطيران المباشر إلى مطار الأقصر الدولي أو رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر. يأتي الإقبال السياحي الكبير بمحافظة الأقصر بعد جهود كبيرة قامت بها الدولة في إعادة إحياء طريق الكباش وانتعش على أثره قطاع السياحة، فالسياحة الآن وصلت إيراداتها نحو 4 مليارات دولار. من مصر، محمد الجباس. امبارح كان في كلام كتير على الإصابات بتاعت كورونا الموجودة في نادي ليفربول، واللي يهمنا طبعا 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 يعني اولا محمد صلاح وسلامة الجميع، ده شيء طبعا مهم. وطبعا يورجن كلوب النهاردة غاب عن مباراة تشيلسي، لكن الشيء اللي أسعدني لاحظ كده أول ما قبل الماتش ما يبدأ بيبص عينه على تشكيل ليفربول قبل الماتش، أول ما الحمد لله ناس كتير يعني ملايين الناس لما شافت اسم محمد صلاح كلنا الحمد لله اطمننا ان صلاح بخير ومفيش اي مشكلة. وكمان الحمد لله النهاردة كمان ربنا اكرمه وكالعادة بيجيب هدف عالمي الحقيقة، يعني شيء الحقيقة ماركت ابو صلاح حط الختم الحقيقة كالعادة يعني. فربنا يا رب يحميه ويكرمه اكتر واكتر ويطمننا عليه يا رب ويكرمه، خصوصا خلاص يعني ابو صلاح المفروض بكرة 3 المفترض زي ما هو معروف ها يطير على القاهرة ويصل إلى المعسكر الخاص بالمنتخب استعدادا لكأس أمم أفريقيا بإذن الله في الكاميرون، والمفترض بكرة بصراحة يكون في القاهرة والحمد لله أنه بخير، خصوصا أن الأعداد في بريطانيا الحقيقة في تزايد كبير جدا. النهاردة الحكومة البريطانية بتدرس مجموعة من الخطوات والإجراءات في إطار السيناريو الأسوأ في بريطانيا بعد ما سجلت 137 ألف إصابة جديدة في إنجلترا وويلز خلال آخر 24 ساعة، وده رقم كبير جدا. فرنسا سجلت 219 ألف حالة في آخر 24 ساعة. بريطانيا بتستعد، الحكومة البريطانية حاليا بتدرس السيناريو الأسوأ إن هي في احتمال يكون في تخفيض في العمالة من 10 أو العمال أو الموظفين الحكوميين في الدواوين الحكومية في بريطانيا من 10% ل25% تخفيض في عجز يعني في عدد الموظفين الحكوميين في كل الخدمات في بريطانيا نتيجة لانتشار حالات كورونا بهذا الشكل المفزع وبهذا التطور الكبير والانتشار السريع في بريطانيا. في فرنسا ميسي النهاردة أعلن إصابته بكورونا، ليونيل ميسي، وكمان في 4 معاه كمان من باريس سان جيرمان. الحقيقه شيء الحقيقه برضو مش سهل يعني، برضو الارقام بتزيد حتى ما بين اللاعبين سواء في الدوري الانجليزي او في الدوري الفرنسي. نعرف تفاصيل ده وابعاد ده من دكتور انطوان اشقر اخصائي الامراض الصدريه والتنفسيه في باريس. دكتور انطوان مساء الخير وكل عام وحضرتك بخير. مساء النور، شكرا لك، ينعاد على الجميع. ينعاد عليكم بالخير. دكتور أنطوان، حضرتك شايف إزاي تطورات الأرقام الخاصة بإصابات وإنشار كورونا في الأيام اللي فاتت في باريس؟ لا شك أن هذه الموجة الخامسة لم تصل بعد إلى الذروة، يعني نحن ننتظر الذروة بعد أسبوعين. هذا المتحور الأوميكرون هو شديد العدوى والانتشار، ولكن يبدو أن الإصابات به أقل خطراً من الإصابات بالمتحورات السابقة مثل الدلتا. ما نشهده حالياً في المستشفيات هو دخول
المرضى المصابين بدلتا وخاصة عند غير الملقحين. أما أوميكرون صحيح أنه صريح شديد العدوى والانتشار، مما يسبب اختلال في التوازن الاجتماعي والمهني. وما نشهده حاليا هو التوقف عن العمل عند المصابين بسبب انتشار الكثيف للعدوى. وهذا ممكن أن يشل أو يؤثر سلبا على جسم الصحي. طيب بريطانيا النهاردة، الحكومة البريطانية بتدرس السيناريو الأسوأ في بريطانيا، شلل في المرافق العامة وغياب ربع القوى العاملة في بريطانيا. الوضع في فرنسا إيه؟ فهل في نفس المخاوف؟ نفس المخاوف ونفس الوضع، يعني هناك إجراءات اتخذت للحد من الانتشار، وخاصة خوفا من الشلل أو الشل الاجتماعي والمهني في التنقلات والعمل. لذلك فرضت الحكومة الفرنسية إلزاما على الأقل 3 أيام بالعمل عن بعد عند الذين يستطيعون، وهناك مراقبة، ستكون مراقبة شديدة ابتداء من الغد للحد من هذا الانتشار السريع والكبير. ولكن من بالجهة المقابلة نحن نأمل أن تكون هذه الموجة بالفعل الأخيرة من كورونا على الأقل بهذه القساوة إن شاء الله، بفضل المناعة الجماعية التي سنكتسبها فيما بعد. نتمنى إن شاء الله سلام الجميع. شكرا جزيلا دكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية من باريس، شكرا جزيلا لحضرتك. ومن باريس نروح لغزة لفلسطين الحبيبة، الوفد الطبي المصري اللي وصل قطاع غزة الأسبوع الماضي، قام بإجراء عشرات العمليات الجراحية المعقدة والنوعية الحمد لله بنجاح كبير جدا. الوفد الطبي المصري في قطاع غزة تمكن من إجراء حوالي 66 عملية جراحية متنوعة، منها 7 عمليات في مجال الجراحة العامة، 3 عمليات جراحة قلب، 29 قسطرة قلب، حالات طارئة طبعا كتير. كل ده في مجمع الشفاء الطبي في قلب مدينة غزة. كمان في 14 عملية بقى في مجال الكسور، جراحات الكسور المعقدة، التشوهات، طبعا عدد من الاستشارات الطبية والمعاينات والمناظرات الطبية أكتر من 95 مريض، كل يعني في تخصصه، شيء كبير جدا وشيء محترم ورسالة إنسانية مهمة بيأديها الوفد الطبي المصري داخل قطاع غزة. برحب بالأستاذ الدكتور هشام السعدي فرهود، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري، وطبعا كان على رأس الوفد الطبي المصري في قطاع غزة. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا عمري بي، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا المشاهدين. دكتور يعني أرجوك تنقل لنا الصورة اللي حضرتك عايشتها كرئيس للوفد الطبي المصري داخل قطاع غزة، والدور اللي قمتم به هناك. والله يعني احنا ممكن نبتدي الموضوع من اوله أرجوك. هو اساسا في توجه من القيادة السياسية لمساعدة اخواننا الفلسطينيين، وبالذات اخواننا الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة. النتيجة لهذا التوجه كان بيبقى فيه دايما قوافل طبية، القوافل الطبية دي بتروح لمساعدة المرضى الفلسطينيين وبتعمل لهم كل الاجراءات الطبية اللي محتاجينها. صدر التكليف لمجموعة من الأطباء بالسفر على لقطاع غزة في يوم 23 ديسمبر. أنا كنت موجود مع الوفد وكنت أرأس هذا الوفد، ورحنا من القاهرة في هذا اليوم عن طريق البري، عن طريق معبر رفح، واستقبلنا استقبال يعني شديد الحفاوة من جانب الإخوة الفلسطينيين. في نفس اليوم دوت احنا ابتدينا نلتقي مع كل الكوادر الطبية اللي هتزاملنا وتساعدنا وتشاركنا في الرحلة بتاعتنا، الرحلة العلاجية في خلال الفترة اللي احنا قاعدينها في قطاع غزة. ممتاز. تاني يوم كان يوم الجمعة، ابتدينا هم كانوا عاملين زي اعلان عن وصول الوفد الطبي المصري، وابتدينا نشوف المرضى اللي بيرغبوا في ان احنا ننظرهم وان احنا نقدم لهم يد العون. الحقيقه في اقبال شديد جدا على ان الوفد المصري
وإقبال على الطبيب المصري وثقة شديدة جدا في كفاءته. كان في مئات من المرضى شفناهم في أكثر من مكان، لأن احنا كنا يعني طاقم من حوالي 10 أطباء، يعني 9 أطباء وإداري، كنا 10 يعني، وانقسمنا إلى 3 مستشفيات. الثلاث مستشفيات دول في قطاع غزة، مستشفى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى شفا، ومستشفى غزة الأوروبي. كل مجموعة من التخصصات راحوا لمستشفى من المستشفيات. غطيتوا القطاع بمحافظاته يعني. تمام. ما شاء الله. من الجنوب للشمال. بالضبط يا فندم. بالضبط. والحقيقة هم برضو الإخوة الزملاء هناك كانوا عاملين زي استنفار لتخصص مثلا العظام في مجمع ناصر الطبي، تخصص العمود الفقري في مستشفى غزة الأوروبي، تخصص القلب في شفا، وهكذا يعني. فإحنا توزعنا على المستشفيات، وابتدينا نقوم بالعمل من يوم الجمعة. ابتدينا نشوف كل المرضى، ابتدى يحصل نوع من الفرز للمرضى اللي هيحتاجوا علاج دوائي والمرضى اللي هيحتاجوا علاج جراحي. حركة عملتوا 14 مثلا من بين العمليات 14 عملية في مجال جراحات الكسور المعقدة، وطبعا بما حضرتك طبعا أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري، فالرقم ده رقم كبير يعني، انك تعمل في فترة زي دي 14 عملية جراحية دقيقة في مجال الكسور في مجال العظام، ده شيء مهم جدا الحقيقة يعني. والله انا زيدك من الشعر بيتا زي ما بيقول عمرو بيه، ان احنا عملنا 85 حالة تداخلية وجراحية في خلال هذه الفترة القصيرة. ما شاء الله. وكان نصيب طبعا العظام هو نصيب الأكبر من التدخلات، لأن هي اللي يعني اللي ليها علاقة بالإصابات والطلقات النارية والتشوهات التداعيات اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت يعني كلها. معظمهم بيبقى فعلا كسور يعني. صحيح. لا، وفي كمان كسور غير ملتئمه، وفي كسور مشوهه، ما تعالجتش صح، لم يتم علاجها اساسا. وبالتالي احنا كنا في ده، غير ان ايضا احنا شفنا كسور حديثه، يعني كنا بنعالج كسور حديثه وبنعالج بعض التشوهات في لجراحه الاطفال، وبنعالج مشاكل في العمود الفقري. فالحقيقه احنا شفنا مجموعه كبيره من المرضى، وايضا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نقدم لهم يعني رعايه صحيه طيبه، الحمد لله، وقدرنا نعمل لهم العمليات المطلوبه الحمد لله. ده غير زي ما حضرتك ذكرت ان في قصات القلبيه، وفي جراحه للقلب والصدر، في جراحات اتعملت للقلب المفتوح سواء بالقلب النابض او بال 3 عمليات قلب و29 قسطره، ده الرقم اللي انا عارفه يعني. بالظبط يا فندم. بالظبط بالظبط. وبالتالي احنا كان عندنا حصيله كبيره جدا. الأهم من الحصيلة هو الإخلاص الشديد اللي احنا يعني وجدناه من كل الفريق المصري والفلسطيني في تقديم أقصى درجة ممكنة من الرعاية. واضح ما كنتوش كده يعني، كنت بتناموا أقل ساعات عشان تعملوا كل هذه العمليات في الثلاث مستشفيات في قطاع غزة، رقم كبير في مساحة كبيرة جدا، فأعتقد يمكن كان أقل عدد من ساعات النوم يعني، كنتوا بتطبقوا يمكن على العدد اللي انا شايفه ده من العمليات يعني. هو الحقيقه يا فندم البرنامج كان عباره عن صحيان صباحا فطور واتجاه مباشره للمستشفيات وعمل عمليات لحد اخر اليوم، وبعدين بعد كده خروج من المستشفيات على العشاء على النوم يعني طول اليوم عمليات اليوم. من اول ما تصحوا لغايه ما تروحوا تتعشوا وتناموا عمليات. ربنا يكرمكم في ميزان حسناتكم، وهو ده الدور الحقيقه العظيم جدا والانساني اللي على كمان الاطباء المصريين، جيش مصر الابيض، ان هو يقوم بيه مش بس اتجاه المواطنين المصريين، ولكن كمان اتجاه اشقائنا في قطاع غزه. لكم كل التحيه وكل التقدير، كل الفريق الطبي المصري اللي اشتغل في قطاع غزه خلال الايام اللي فاتت. شكرا جزيلا استاذ دكتور هشام السعدي، استاذ جراحه العظام والعمود الفقري، وطبعا كان بيتراس الوفد الطبي المصري في القطاع. شكرا جزيلا لحضرتك، واستاذنكم نخرج الى فاصل. رايي ان احنا نخرج من الورطه دي باي تمن. روح بلغ البوليس بقى، مالينا مقالب ولادي بتتعب، انا ما بقاش يهمني.
ما اقدرش اتوسط لرقاصه. انا بهز وصي وانت بتلعب لسانك وتخطب. انا مسلم وبس، لو قلت لك انا داعيه اسلامي ولا مصلح اجتماعي. اذا ان تكون معنا افضل من ان تكون علينا. كلكم عزينه واحد، عزينه فاسده عاوزه تفسد كل اللي حواليك. دحلاوه قوي. كثيرا ما اطلق المبدعون نبوءات تجاه مواهب شابه، بعضها يسقط فريسة للنبوءة ولا يستطيع تحقيقها، لكن العبارة التي قالها الأديب يوسف إدريس مبصراً موهبة الشاب كانت لحظة فارقة في الفن في كتابة السيناريو السينمائي والدرامي. الشاب كان وحيد حامد الذي صعد بنبوءة الأستاذ لأبعد من الخيال. أنا الحارس الأمين بين يدي مولاه ساهرا عليه قريبا من ثانيا في ذاته. كل عمل يلمع بمقطع حواري لا يمكن نسيانه أبدا، تتجاوز الفيلم نفسه ويصبح مادة فنية في حد ذاتها. لو كل واحد فينا وفي كل الدنيا اهتم بأرضه وزراعها كويس، الناس هتبقى غير كده، أحوالها كلها هتبقى غير كده. مراحل إبداع وحيد حامد كانت 41 عمل لتشكل جزءاً مهماً من تاريخ الدراما والسينما في مصر والوطن العربي. العقد ما بيعملش الحقيقة، العقد بيثبتها بس. كلمة أنا بحبك عقد. اتفق معه جمهور أعماله في التعبير عنه وعن همومه كمواطن. أنا مش طالب على إنسانيتي، مش عايز اتهان، مش عايز اتهان في البيت ولا في شغلي ولا في الشارع. رمزية الأحلام هي تعبير عن حلم المواطن العادي في واقع خال من الفساد. أنا مشكلتي اللي كان فيه حاجات مهمة جدا قدام عليا وما عرفتش أشوفها أو شفتها بعد فوات الأول. برضو الإنسان إنسان، هو أصل الحضارة، الخير هو الأصل فيه والشر هو اللي دخيل عليه. 15 تكريماً نالها حامد، ورغم مرور عام على رحيله بروحه التي فارقتنا، لكنه هجرنا لعالم أحلامه بأعمال سحرية ونبوءات عن حياتنا بكل ما فيها من ضحك ومأساة. من مصر، محمد عبد العال. حبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة، وأشكرك. رحمة الله عليه أستاذ وحيد حامد، يعني أجيال كتير عاشت مع أفلام وقصص الأستاذ وحيد حامد، وما فيش عمل من أعماله إلا وفي هدف، في رسالة، في حرص من وحيد حامد بحسه، مش بس الحس السياسي، كمان في أوقات كان سابق عصره، كان بيعمل لمبات حمراء كده بتنور الناس، يمكن في رسائل ما كانتش بتتفهم، ما كانتش بتطلقت، ما كانتش بتترجم، ولكن كان ببصيرته، مش بس ببصره، لا ببصيرته كان شايف حاجات مهمة جدا. وياما كان في رسائل في أفلام وحيد حامد، وطبعا مجموعة الأفلام مع الزعيم عادل إمام. الحقيقة كانت سابق عصرها، وكانت بتخاطب وبتناقش قضايا سياسية بتهم الناس. كان دايما تحس ان الأستاذ وحيد حامد وأفلامه هو معجون بالناس، معجون بهموم الناس، بمشاكل الناس، بيعبر عنها بأبسط الكلمات ورسائل في الصميم. كان دايما الأستاذ وحيد بيقدمها في أعماله. فرحمة الله عليه، فقدنا طبعا ألم مهم جدا، فقدنا فكر مهم جدا، قيمة مهمة جدا في الوسط وفي الفكر المصري. فرحمة الله عليه. وأكيد مصر يعني غنية وولادة بأبنائها المبدعين، ولكن يعني قلما يجود الزمان بأمثال الأستاذ وحيد حامد رحمة الله عليه. أستاذ وحيد حامد كان من الناس المهمومين الحقيقة بتطوير الفكر، وخصوصا مواجهة الأفكار الظلامية اللي كانت يعني نقدر نقول إنها كانت بتتخذ من بعض الأماكن المحترمة العظيمة، يعني كانت بتاخدها
مقرات أو بتاخدها أماكن بتعيش فيها وتنمو فيها وتترعرع فيها، فكان دائما بيواجه فكرة التشدد، فكرة التزمت، فكرة التمسك بالألفاظ والنصوص دون الفهم ودون إدراك المعاني في هذه الأمور، فده شيء عظيم الحقيقة كان يحسب لي. نروح لقضية تانية هي تطوير المعاهد الأزهرية. الحقيقة في جهد كبير جدا الدولة بتقوم به في هذا الإطار، والأزهر الشريف بيقوم به في هذا الإطار. في السنة اللي فاتت تقدمت مصر حقيقة يعني في قطاعات محترمة زي قطاع التعليم الأزهري اللي نجح أنه يحقق حاجة محترمة جدا، أن تم اعتماد 99% من المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد بجودة التعليم. هنشوف ونعرف يعني ايه اللي تم بالظبط. يعني حصل 203 معهد من 204 معهد على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بنسبة بلغت حوالي 99% عن العام الدراسي 2020-2021. برحب بضيفنا الكريم الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا ومرحبا، كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير، وارجو حضرتك تقول لي ماذا يعني حصول 99% من المعاهد الازهريه المتقدمه من ال 204 معهد، يعني 203 معهد يحظوا على الاعتماد من هيئه جوده التعليم. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وصلاه وسلاما على اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين، اما بعد يعني أنا سعيد أن أنا أطلع عليك النهاردة وأتكلم عن التعليم الأزهري، لأن التعليم الأزهري أنت حضرتك تعلم بأن في مصرنا الحبيبة جناحان للتعليم في مصر، الجناح الأول للتعليم العام والجناح الثاني للتعليم الأزهري، وكلاهما يخدمان أبناء الوطن في رفعة العملية التعليمية وتطورها وتميزها. والأزهر الشريف منذ مقدم فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب، وهو يولي اهتماما بالغا بالعملية التعليمية سواء في التعليم قبل الجامعة أو التعليم الجامعي. وإذا تحدثنا عن اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لهذه المعاهد الأزهرية، يبقى لابد أن نرجع إلى الوراء كثيرا وليس قليلا، لأن هذه المعاهد بتحتاج إلى بنية أساسية وتحتية كاملة جدا جدا. هذا بالإضافة إلى أن الإدارة العامة للجودة برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بتلعب دور كبير جدا في النهوض بالعملية التعليمية في هذه المعاهد المرشحة للاعتماد. كذا القيادة الأزهرية من معالي فضيلة مولانا الإمام الأكبر وفضيلة مولانا وكيل الأزهر وفضيلة الدكتور رئيس قطاع المعاهد، كلنا بنسعى في هذا المجال على أن تحصل المعاهد الأزهرية على الاعتماد من الهيئة. طيب المعاهد المعتمدة بما تتميز عن المعاهد غير المعتمدة؟ أولا المعهد الذي يعتمد لابد أن يكون هناك الجميع المعايير القياسية التي تضعها الهيئة في المؤسسة التعليمية سواء كان معهد ديني أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية، هي تضع معايير قياسية ومعايير ثابتة بتنفذها بكل حرفية وكل اقتدار. وإن احنا نعم زي إيه يعني، في عندنا القدرة المؤسسية وفي عندنا حاجة اسمها الفعالية التعليمية، دول المعايير الكبيرة اللي موجودة بتنفذها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. احنا بما لدينا من إمكانات وبما لدينا من بوادر بشرية قادرة على النهوض بالمستوى المطلوب للهيئة، لأن احنا والحمد لله منذ إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إن كان هجوم كبير من السادة معلمي وموجهي المعاهد الأزهرية للاشتراك والحضور للدورات التي تجريها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. يعني من بينها النهوض مثلا بمستوى المعلم الأزهري، الأدوات المتاحة للفصول، المعامل. عندما أتحدث عن معهد تم اعتماده يبقى لابد أن نكون واضحين في عملية التعليم والتعلم وعملية البنية الأساسية. يعني بنعمل دورات تدريبية في حاجة اسمها الدعم الفني تقدمه الإدارة المركزية للجودة برئاسة القطاع، وأيضا إدارات الجودة الموجودة في 27 منطقة أزهرية بتقدم هذا الدعم الفني حتى يصل إلى المعهد إلى المستوى المطلوب الذي
ننشده والذي يقبل من خلاله، ومنها المعلم ومنها المتعلم ومنها البنية الأساسية للمؤسسة. كل ذلك له معايير مضبوطة ويسعى الأزهر لتحقيقها من خلال وسائط التعلم الموجودة هناك، حجرات الحاسب الآلي. نسب نجاح الطلاب في جميع المواد للمعهد لا تقل عن 65%. وإذا كان هناك معهد نريد أن نقدمه للجودة أو نجهزه لإعداد الجودة، لابد أن ندرك أن نسب النجاح خلال العام لا تقل عن 65%. فالهيئة القومية تضع ضوابط حاكمة وضوابط جاذمة، وترسل للمعاهد أو المؤسسات التعليمية فرق تسمى فرق الجودة. هذه الفرق تجلس في المؤسسة التعليمية على الأقل يومين أو ثلاثة أيام حتى يطلعوا ويلاحظوا ويشاهدوا ويسألوا ويتحروا جميع الملفات الخاصة بذات المعهد. أنا بشكر حضرتك، هذا النجاح وراء طبعا شيء الحقيقة في جهد جهد من قطاع التعليم الأزهري الحقيقة، يعني لا أحد ينكره خلال السنين الفاتت. وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد العظيم، رئيس إدارة مركزية للامتحانات بالأزهر الشريف. والنهارده وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة استقبل السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتي والسيدة كامي تيبو المستشار السياسي للسفارة الفرنسية. خلال هذا اللقاء وزير الأوقاف أكد أن الوزارة بترفع راية الإنسانية عالية وبتتبنى الفكر الوسطي كمنهج ثابت، وبتعمل على نشره عالميا وليس فقط محليا من خلال الإصدارات اللي بتصدر عن وزارة الأوقاف في مجال الفكر المستنير، وأنها تترجم إلى العديد من اللغات الأجنبية. فكر كمان الأئمة المفادين أو المبعوثين إلى مختلف دول العالم، أئمة الأوقاف إلى الجاليات الإسلامية في العالم، كل شيء الحقيقة عظيم جدا. وزير الأوقاف قال إن المشكلة ليست في الأديان، فالأديان كلها سلام، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في من يتاجرون بالأديان ومن يلوون النصوص ويحرفون النصوص بتأويلات بتخرج بهذه النصوص عن المفهوم الصحيح ليها أو المراد الإلهي من هذه النصوص. السفير الفرنسي أبدى سعادته بهذا اللقاء وأكد على عمق العلاقات اللي بتجمع ما بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بتحتاج إلى تعاون دولي وإلى مواجهة فكرية وثقافية شاملة، وأن فرنسا بتقدر دور مصر الكبير في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. وزير الأوقاف أهدى السفير الفرنسي نسخة من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف، واللي بتسعى إلى هذا الإطار وهو مواجهة الفكر المتطرف وهذه المؤلفات باللغة الفرنسية. من أهم يعني هذه العناوين أو الكتب المترجمة كان حماية الكنائس في الإسلام وكيف يصون الإسلام الكنائس ودور العبادة. حابين النهاردة 2 يناير إن احنا نقول عيد ميلاد سعيد وكل سنة وحضرتك طيب لعالمنا المصري الكبير اللي دائما بنفتخر بيه الأستاذ الدكتور فاروق الباز. حابين نقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وعيد ميلاد سعيد يا دكتور فاروق. الله يكرمك، شكرا جزيلا لك. كل سنة وحضرتك طيب، ويعني أعتقد الاحتفال بعيد ميلاد حركة 2 يناير مع الاحتفال برأس السنة ده بيبقى يوم خاص واحتفالات خاصة يعني داخل الأسرة. الله يكرمك ويخليك، أنا بقول أنا بتمنى لمصر كلها عيد سعيد إن شاء الله. أكتر معايدة حضرتك بتستناها كل سنة بتبقى من مين؟ من العيلة، من الكتاكيت بزوجنا الأحفاد الحاجة دي كده. ربنا يخلي. بيحتفلوا مع حضرتك إزاي؟ وهل كلهم موجودين مع حضرتك في أمريكا ولا في جزء في أمريكا وجزء بره؟ لا لسه كله بزوم، بس لأنه ما فيش بالزوم اجتماعات مع أي حد، بس بزوم. طب والتورتاية بتعمل فيها إيه دكتور فاروق؟ ما بتجيبش تورتة؟ لا بكلها، بناكلها معلش. احنا ومراتي بناكل السرطاية وبنوريهم شكلنا واحنا بناكلها وهم كلهم شايفين. والله يعني الحقيقة والله حضرتك نموذج الحقيقة إنساني ونموذج علمي، كلنا بنفخر وبنسعد بيها دكتور فاروق. والله الله يكرمك ويخليك. العلم مع البساطة مع الثقافة يعني. الله يخليك ويكرمك، شكرا.
ايه الحاجه اللي اسعد الدكتور فاروق السنه اللي فاتت كده وبسطته وخلته يعني في معنويات عاليه؟ ان ما فيش حد في العيله لا هنا في امريكا ولا في مصر حد هي بالكوفيد يعني. الحمد لله الحمد لله ربنا انجزنا يعني بها، لانه في يعني في كل الدنيا ما فيها مشاكل كبيره جدا. صحيح. شايف حضرتك بريطانيا وبيدرسوا السيناريو الأسوأ والحالات كتير كمان في فرنسا، موقف صعب. طبعا يا موقف صعب جدا في كل العالم الحقيقة. يعني لازم نعتبر كده ان البيئة بتاعتنا بيئة واهية، ولا بد ان نحافظ على بيئتنا قدر المستطاع. طيب ايه الشيء اللي دكتور فاروق يعني نقدر نقول ان هو حريص عليه ولازم يعمله بشكل روتيني بشكل يومي مهما كانت المشغوليات او مهما كانت الظروف؟ لازم انا بقى يعني لازم ارد على كل ما جاءني من الشباب. انا عندي كتير جدا شباب بنات وصبيات متعلمين ولسه في المدارس والكل كلهم بيكتبوا لي، وانا بحاول قدر الامكان ان انا ارد عليهم جميعا كل ما وقتي بترد على طول على الناس كلها يا دكتور فاروق. اكيد الانبوكس بحركة مليان يعني. مليان من كتير، بالعربي والانجليزي ساعات من الالماني، بتجيلي حاجات كثيره جدا من بلادها كثيره. بقول اصل المصريين عايشين، في مصريين في استراليا وفي مصريين في كندا، يعني في المصريين في كل حته. حتى لو ما كانوش مصريين ويكتبوا لي هذين برد عليهم. بترد على كله في نظري كله، لان في نظري ان الشباب والناس الصغيرين هم يعني ذخيره المستقبل للعالميه. طبعا لازم نشجع الشباب يعني كل عالم نبيل حضرتك. طيب ايه الامنيه بقى اللي دكتور فاروق بيتمناها ان شاء الله في العام الجديد، وان شاء الله عام سعيد على حضرتك وسنه سعيده؟ ان الكوفيد يختفي تماما من على وش الارض، والناس في العالم كله تسعد باختفائه كلية وتمام ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظ حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب، وعيد ميلاد سعيد وسنه سعيده على حضرتك والاسره الكريمه. قلنا لازم في من مصر لازم نقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. اكرمك الله، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. علمنا المصري الكبير دكتور فاروق الباز في يوم ميلاده 2 يناير كان معانا، والحقيقه يعني واحد من القامات المصريه اللي طبعا حينما يذكر اسمه كلنا بنسعد وبنتشرف بهذا الاسم وبهذا الانجاز. استاذنكم نشوف هذا التقرير اللي بنهديه لدكتور فاروق الباز ونخرج الى فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الاسبوعيه الاسريه كل حد، وجعل بينكم موده ورحمه وموضوع جميل جدا بيخص الاسره المصريه بعد الفاصل. ارجوكم خليكم معنا. في ناس كتير تقول لي ان انت عندك ثقه بالنفس عاليه جدا. انا بقول ان ده سببه ان انا لا اتكلم ولا افعل شيء الا اذا تعلمت عنه كثيرا. يعني الثقه بالنفس دي بتاتي من المعرفه. عام 1958 وهو معيد في جامعه اسيوط، كان يذهب لمسافات طويله وهدفه الوحيد تحميل عينات مختلفة من حجارة الجبال التي يقوم بدراستها وتحليلها، وكشف الكثير من أسرارها. مشهد يجعلك تعرف من هو فاروق الباز. نجمع العلم والمعرفة، هو ده الأساس. من يومه وهو يسخر نفسه للعلم ويحمل على كتفيه ما قاله له والده، إن العلم الذي لا ينفع الناس لا يكون علما. فاروق الباز هو المصري والعربي الوحيد الذي اختصر المسافة بين الزقازيق والفضاء بالعلم وحده، وبحبه للجيولوجيا التي علم فيها أجيالا وأجيال، ورغم ذلك يؤكد أنه ما زال يتعلم. هناك كويكب باسمه، تقديرا لفضله وإيمانا بدوره العظيم في علم الجيولوجيا. رحلته العلمية بدأها من دلتا مصر، مرت بمراحل كيمياء وجيولوجيا. بدأت عام 58 من جامعة عين شمس، نال شهادة الماجستير عام 61، وفي عام 73 عمل كرئيس الملاحظة الكونية والتصوير في مشروع أبولو. عام 86 انضم لجامعة بوسطن، شغل منصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد، عمل مستشاراً علمياً للرئيس السادات ما بين 78 و 81، شغل منصب رئيس أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية من الفضاء والتصوير.
وكان في مشروع الرحلة الفضائية المشتركة أبولو سويوز في عام 75. يعني أنا لو سئلت أنت وصلت اللي وصلت له ليه؟ أقول إن أنا كنت دائم جمع العلم والمعرفة. فاروق الباز الذي تخرج من أكثر من 60 عام هو شباب مليء بالحيوية والفكر والطموح والعقل المنفتح على الآخر، يتمسك بمفردات بلده وناسه وملامحه التي تمتلئ بالتفاصيل والبساطة التي تؤكد لك أنه مهما ذهب في ترحاله هو عالم وإنسان حقيقي من مصر. ادرس كويس، كون نفسك، ما تخافش. بعد كام سنة من الجواز، يعني مثلا نقول مثلا 4-5 سنين 6 سنين، تلاقي مثلا ايه يبتدي حديث كده يدور داخل الأسرة ما بين الزوج والزوجة، عايزين نجدد الصالون، عايزين نجدد الانتريه، نشده يعني، ولكن ما بنتكلمش ابدا ان احنا عايزين نجدد الحب ما بيننا، ما بنتكلمش ان احنا عايزين نجدد العلاقة الزوجية ما بين الزوج والزوجة، الدفء والحب والعواطف اللي ما بينهم. بنجدد الصالون والكنبة والكرسي والمطبخ وأوضة النوم، لكن بننسى ان احنا نجدد علاقتنا ببعض. عشان كده اقترحنا على حبايبنا في كل يوم حد ان احنا نتناول هذا الموضوع واهميته، ان احنا نجدد الحب ونجدد العلاقة، وكمان ازاي، هو ده السؤال الصعب، ازاي يعني نجدد العلاقة الزوجية والحب والمشاعر والدفء اللي ما بين الزوج والزوجة. فبرحب الحقيقة بشركائنا في التجديد، دكتور عمرو الورداني. دكتور عمرو اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب وبعد الايام يا رب على خير. وحلو ان احنا نبتدي العام الجديد بالتجديد، صح كده؟ اه يعني دوت كلام في محله، ان احنا نبتدي عام جديد بتجديد، لان عام جديد يحتاج ان احنا نعمل شوية حاجات اجراءات. واظن ان العام وحلاوته كل عام بيجي ومعاه شنطة فرح، شنطة هدايا وحنان تداول اللي اتجرح، يمسح بنوره في قلوب المحتاجين، تطرح منح. العام يا صاحبي مش مجرد عام، ده باب جديد للحياة واتفتح. الله، البداية المشجعة دي طيب. استاذ ممدوح مصري، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وكل خير وسعادة، ويا رب السنة دي يبقى فيها دفء في الأسرة المصرية، والبرود بتاع الجو ما يأثرش كمان على برود في العلاقة، لا يبقى في دفء كده، ونرجع تاني طاقة الحب اللي ما بيننا، لأن في الحقيقة هي أكبر حاجة نقدر نقدمها لأولادنا، إن هم يشوفوا إن أبوهم وأمهم عايشين مع بعض في سعادة وفي حب. طب والله البداية دي مبشرة بأبيات الشعر الجميلة من نظم الدكتور عمرو الورداني والكلام العظيم اللي حضرتك بتقوله، فنخش في الموضوع. يلا. يعني بلاش التنجيد بتاع الفرش ونخلينا في التجديد. ما هو جايز التنجيد يبقى التنجيد برضه على مش عيب ننجد. ازاي ننجد العلاقه الزوجيه؟ طيب ازاي؟ خلينا نتكلم في حاجه، للاسف اغلب الناس عندها مفهوم ان الحب بينتهي بالزواج، ان احنا خلاص بقى عشنا قصه الحب وتكللت قصه الحب دي بالزواج. احنا بنقول ان الحب بيبدا، الحب فعليا بيبدا بعد الزواج، بيبدا ان احنا شريكين بنمر مع بعض بقى بمواقف حلوة كتير، بنمر مع بعض بصعوبات، بيبقى في ما بيننا مشاريع ليها علاقة بقى بالإنجاب وتربية الأطفال ومستقبل الأطفال ومستقبلنا وأهدافنا مع بعض. فإذا اختفت الشغف، اختفت الرغبة، ممكن القدرة على التربية تبقى موجودة، القدرة على الصرف موجود، القدرة على فتح البيت موجود، ولكن الرغبة ان انا ابقى راجع بيتي وانا مبسوط ومستني ان انا اشوف مراتي بعد يوم صعب بالنسبة لي، هي كمان مستنية ان هي تشوفني بعد يوم صعب، الولاد عايزين يقضوا معانا وقت لطيف، الرغبة دي لو اختفت في الحقيقة بتختفي معاها معنى الأسرة او معنى الوحدة بتاع الأسرة، وبيتحول مع الوقت الملل بيؤدي لمشاكل تانية كتير، زي ما بنسمي كده خرس الزواجي او الطلاق الغير رسمي. طب احنا عايزين نعمل ده، نعمل ده ببساطة ازاي؟ بنقول لهم ان العلاقة القوية، العلاقة الجادة، هي العلاقة اللي الحب فيها بيزيد بعد الزواج، وفي فرص كتير جدا بتقابلنا نزود بيها الحب ده. اولها ان كل واحد فينا يبقى عنده القدرة على الامتنان للآخر، ما نبقاش بس عايشين عشان خاطر بنعيش مع بعض اللحظات اللطيفة، لا، اللحظات الصعبة اللي كل طرف فينا بيمر بيها ازاي ان انا بشاركه، بقف جنبه، بقف معاه، والمقابل بتاع ده طبعا المفروض يبقى غير مشروط، ولكن لما الاقي اللي قدامي بيمتن ليا ان انا وقفت معاه في لحظاته الصعبه، الاقي اللي قدامي كمان بيشاركني
في ده انا بحس ان مع الوقت لا انا رغبتي في الشخص ده بتزيد اكتر. النقطه الثانيه كمان اقدر اجدد الحب بحاجات بسيطه جدا زي تهاد وتحب. والهديه هنا مش مقصود بيها بس ان انا اجيب هديه ماديه، لا ممكن نتهادى بكلام لطيف، ممكن نتهادى بورده، نتهادى بجمله لطيفه نكتبها لبعض مثلا. كمان فكره ان ازاي يعني نواصل اظهار خوفنا على الطرف الاخر، الطرف اللي انا عايش معاه لو حاسس ان انا خايف عليه، لو حاسس ان انا بقدره طول الوقت، بتكلم عليه بشكل كويس قدام الناس، كل ده بيعزز من رصيد الحب كويس. اللي نقدر نواجه بيه اي حاجه ثانيه. دي طرق بسيطه وسهله جدا الناس تجدد بيها الحب والعواطف. اهميه ده يا دكتور عمرو، اهميه ده زي ما قال دكتور ممدوح، استاذ ممدوح، ان احنا ما نعيش مجرد ايام وعايشينها وخلاص والبيت مفتوح. فكره ان الحب يبقى متجدد، العواطف تتجدد مهما مر عليها الزمن، لازم نلمعها من وقت للتاني. لازم نعرف ان الحب علاقه، واي علاقه في الدنيا بتحتاج حاجتين. احنا ممكن نكون شاطرين في المهاره الاولانيه، بس المشكله بتبقى في المهاره الثانيه. احنا اي علاقه بتحتاج مهارتين. المهاره الاولى مهاره انشاء العلاقات، وانشاء العلاقات حصل لما احنا نتجوزنا خلاص. بس لازم نعرف ان الرومانسيه وحدها لا تكفي، وده شيء مهم، وان الجواز متعدد الابعاد. دي قوانين كده بسيطه لازم نعرفها، عشان في بعض الاحيان بيبقى كل واحد فينا، واحد متجوز عشان العقل، واحد متجوز عشان انا عايز واحده عقله، انا عايز واحد. لا، احنا الجواز متعدد الابعاد، لو خدنا بعد واحد الجواز مش هيبقى في احسن حالته. فاحنا اول قانون، القانون ان الرومانسيه وحدها لا تكفي. رومانسيه مهمه ولكن وحدها لا تكفي، لان مش هو ده الحب الحقيقي. هو حد بكره لحضرتك، هو الجواز والرومانسيه بيكملوا مع بعض كتير؟ اه طبعا ممكن يعني يكملوا مع بعض. بيكملوا مع بعض اذا احنا عملنا شويه حاجات. اول حاجه الرومانسيه عشان تبقى مرتبطه بالجواز لازم نعرف الحب الحقيقي. الحب انواع، في الحب الرومانسي ودوت مسؤول ان هو يدور على عربيه بس، مش مسؤوليته ان هو يعمل حاجه تانية. والرومانسيه على فكره بنستخدمها في تجديد الحب. لكن الحب الحقيقي عندي اربع اركان. الركن الاولاني هو الاهتمام، الركن الثاني هو الاحترام، الركن الثالث هو التقدير والامتنان، والركن الرابع هو توفير الراحه والامان. اربع اركان في معنى الحب الحقيقي. بنحتاج الرومانسيه عشان تلمع ده. احنا عندنا مشكلتين، عشان نجدد الحب لازم لازم بشكل دوري نزير الركام ونزيل التراكمات عن هذا الحب. طب في واحد ممكن يعمل الاربع اركان دول، او زوجه كمان تعمل الاربع اركان؟ لازم نقول في اعتقاده، ولكن الفينيشنج النهائي ما هو ده بقى. تعال يا سلام، لا هي قادره ولا هو قادر بعد اليوم ده كله والعيال والطلبات والشغل ان هو يقول بقى شويه الكلام الرومانسي ده. دكتور لا مش رومانسي يا استاذ ممدوح، بقول لك ده احنا كبرنا على الكلام ده، احنا ما خلاص بقى احنا لسه نرجع نقول الكلام ده تاني. ما خلاص تعال نقول حاجه، احنا مش طالبين منهم ان هم يعيشوا برومانسيه، احنا طالبين منهم يعيشوا بالحب اللي بدونه مفيش معنى للحياه. الحياه بلا حب حقيقي لا تساوي الا حركه، وكأنها حركة إنسان لا إرادي. الحب هو أصل الحياة. في البدء كان الحب، لأن إحنا أصلا ما اختلفناش. طب أقول لك، والحب موجود، بس هل الحب نقول كلمة حب، ولا مثلا تجاع عمله طاجن كوارع، طاجن عكاوي مثلا في الجو ده، هو ده تعبير عن الحب؟ هو يعني ما هو تعبير عن الحب. ما أنا عايز أقول بقى إن الحب عند الستات دي معنى غير حب عند الرجالة، ودي أحد المشكلات اللي عندنا، ان الرجاله بيفتكروا ان حب عند الستات بنفس معنى الحب عند الرجال. ده ليه معاني عند، وتزاك الست ايه تقول انت مش همك غير بطنك، وهو يقول لها انت مش همك غير فلوسه بس. لان هو مش عارفين معاني، المعاني وراء كل شيء. الاكل بالنسبه له هو نوع من ايه، نوع من الاهتمام والتدليل. فهو في الحقيقه مش راجل بطن يعني، ده هو راجل، رسالة ده هو راجل اللي بتفكر فيه وعارفه الحاجة اللي هو بيحبها. تعالى تعالى نقول تهادوا إيه؟ تعالى تعالى نقول ايه الحاجات، ايه العشر حاجات عند الست اللي هي بتفهم بيها الحب، وايه العشر حاجات اللي بتفهم بيها. انا اقولهم لك بسرعة ارجوك. اول فضل. حاجة الست تفهم الحب بان الراجل يحسسها بان هي متفردة، ومش بس متفردة، ده متفردة ومتميزة. لو ما عملش كده بشكل دوري هي مش هتقدر تحس بان كمان. هي سعيده. الحاجه الثانيه ان الست كمان لازم عشان يشعرها بالحب بشكل واضح يكون سندها وظهرها.
ما ينفعش واحد بيحب واحده وما يحسسهاش ان هو سند او ظهره. ودوت يعبر عنه بايه؟ يعبر عنه بالمواقف. عربيتها قتلت اول واحد تلاقيه هو اكيد. يعني في رجاله ما إيش اكيد على فكره في رجاله الراجل بيبقى قاعد بياكل الفشار وبيتفرج على الماتش وهي نازله عشان تقضي حاجه باظت في البيت وهي تنزل تعملها وترجع تاني. وهو مطالبها ان هي تخليه البطل ان هو ماي هيرو. مش هيحصل الكلام ده. فلا لا ظهر ولا سند وبالتالي في مشكله يعني. بعد كده كمان هي محتاجه كمان الهدايا. الهدايا عند الست لما اجي اعمل اختبار انتوا بتعبروا عن الحب ولا بعض عندنا في مركز الارشاد الزواجي دايما الرجاله يقول لي ايه الهدايا عشان هو عايز يقول ان المراه ايه ماديه. لا الهدايا عند المرأة معناها ان هو بيفهمني وبيسعدني. يعني ايه؟ يبقى هو لازم ببساطة خالص الهدايا لازم كل هدية لكل واحدة تكون الحاجة اللي بتحبها. تمام. يعني ما يجيبلهاش ورد. جميل. وهي بتحب جنيهات الذهب. هو يجيب لها جنيه ذهب ما يجيب يعني يجمع ويجيب لها ذهب احسن حاجه اللي هو بيحبها. ما يجيبش حاجه اللي هو بيحبها ويعتبرها دوت نوع من الرحمه. فالهدايا لازم يكون اصلا كما يحب. الحاجه اللي بعد كده لازم هو يحصل لها تطمين. يعني من لغات الحب الكواليتي تايم جوده الوقت. لازم يقعد معاها لغايه ما يطمنها فيقعد معاها وقت يخليها تطمن. كمان لازم يكونوا قريبين من بعض جسديا حتى. لازم يبقى فيه تلامس. والتلامس عند المراه معناه مش الجنس. التلامس عند المراه بيبتدي بحاجه اسمها الاحتواء. فلازم هي تحس بالاحتواء. كمان الراجل لو كان هو بيحب المراه وعايز يملك قلبها ويجدد الحب لازم طول الوقت يحسسها بالاكتفاء انه مكتفي بيها. اي مقارنه تبوظ له الاكتفاء. احنا عايزين حقيقه ولا لا؟ رقم 7 بنتكلم بجد عشان انا قلت حاجه يا دكتور ولا حضرتك بتفضل. لازم يبقى سريع الترضيه. يعني مع المراه لازم الرجل يكون سريع الترضيه. وزيك حضره النبي صلى الله عليه وسلم يروح يكلم السيده عائشه يقول لها اني لا اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني عني ساخطه. اذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضيه واذا قلت لا ورب ابراهيم كنت عني ساخطه. قال فهو على طول حضره النبي خد المقابل كاش. فقالت له ايه؟ والله لا اهجر الا اسمك يا رسول الله. على طول. كمان من الحاجات اللي مهمه عند الست طول البال. مفيش ست في الدنيا ما تحبش طول. اي راجل عايز يملك قلب الست يطول باله عليها. ليه طيب؟ لانها بتحس براحه وتحس ان هي في سكن. رقم 9 عند المراه ونبقى في الراوند الجاي نتكلم عند الرجل. رقم 9 يبقى عندها عدم التهديد ما يهددهاش. يعني من اكتر الحاجات المخيفه عند الست ان هو يفضل يقول لها لو عملت كده هطلقك لو عملت كده هطلقك. رقم 10 ما يعاقبش لكن يعمل ايه؟ لكن يطورها. لان هي لما بتتعاقب هي بتحس ان هي لا شيء. طيب انا هروح لفاصل والعشر حاجات اللي تفضل بيهم دكتور عمرو ارجع للاستاذ ممدوح يديني برضو 10 حاجات تانيين منتظرين طيب. بعد الفاصل ارجوك خليكم معانا وليكم بعض التعليقات الحقيقه على صفحه سي بي سي على الفيسبوك. ارجو لكم تعليقات تبعتوها وهنقراها معاكم بعد الفاصل. خليكم معانا. العلاقة الزوجية ربنا خلقها بين الطرفين كلها مودة ورحمة وطمأنينة والأديان السماوية كلها بتحس على كده في العلاقة. طيب علشان تستمر العلاقة الزوجية في جو من الود والمحبة والطمأنينة والسلام بيلزمها حاجات كتير. تعالوا نسمع الشارع المصري قال إيه في استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين. ازاي الزوجين بيقدروا يحافظوا على العلاقه الزوجيه بينهم؟ هل وجود الاولاد سبب ولا ايه الاسباب لاستمرار العلاقه الزوجيه؟ اهم حاجه ان الزوجين يبقوا هما الاثنين بيحاولوا يعني يحافظوا على العلاقه دي. ما ينفعش مثلا الزوجه بس او الزوج بس او كده. لازم هما الاثنين يحافظوا على العلاقه دي. كل ما كان بينهم الصدق وتفاهم وعدم الكذب على بعض الحياه حتمشي. كل شخص لازم يعني يعدي للتاني. انا اعدي لك انت تعدي لي عشان الدنيا تمشي لان مفيش حد ما بيغلطش. فلازم كل طرف يتنازل عن الاخر يعني ويقدر ظروف الحياه وظروف المعيشه وظروف الحاجات دي. طالما انه في تفاهم فالعلاقه الزوجيه هتكون يعني تمام. كل ما يكون في تفاهم كل ما يكون العلاقه هتكبر وتبقى اقوى. هل العلاقه احيانا بتستمر بسبب وجود اولاد ولا لا او ليه؟ الاولاد المفروض يكونوا سبب رئيسي لاستمرار اي علاقه. ده اساسي يعني. ولكن دي بترجع للايه بقى؟ للعقول، عقول البني ادمين يعني وثقافتهم وكلام من ده. لو هما بيحبوا بعض هما يفضلوا مكملين مع بعض.
طبيعي في مشاكل بتقابلنا في الحياه وضغوطات، ايه ممكن يكسر الحاجات دي والعلاقه تكون متجدده ما تكونش فيها ملل؟ هي اول حاجه ان لو الشخص اللي بيحس بالملل لازم يعترف بحاجه زي كده للشخص الثاني، بحس ان انا مثلا دلوقتي حسيت بملل اقول للشخص الثاني معايا في العلاقه عشان نحاول نلاقي حل. رحلات داخل المدينه او رحلات خارج المنطقه بشكل عام، هيجددوا اللي هم مثلا يسافروا يبتدوا صفحه جديده مع بعض، خرجوا العيال في يوم اجازتهم الدراسيه مثلا فيخرجوا، فالست هنا بتحس ان الراجل بيحترمها وبيحافظ عليها ومهتم بيها هي واولادها. تقدير الزوج لزوجته ده حاجه ممتازه جدا وبتربي علاقه وحب بزياده، وحتى لو في ضغط بعد كده الواحد بيتراجع عن اي حاجه بيقول يعني ايه في يوم جه علينا حلو. مش دايما لازم الهدايا، يعني حتى بابسط حاجه ممكن يقعدوا مثلا يحضروا فيلم يتونسوا. في ناس مثلا باقل القليل يعني الخروج مثلا بيرضيها، مثلا بعلبه كنزي بعلبه اي حاجه. بس مش كله بيعمل كده يعني، هتلاقي كله والله فعلا علب الكنز ممكن تقضي الغرض يعني وخلاص. انما العشر نقط اللي الدكتور عامر طبعا تفضل وذكرهم على اهميتهم، محتاجه اكتب ورقه زي دي احطها قدامي يعني عشان افتكر العشر نقط يعني يا دكتور عامر. على فكره اللب موجود في العشر واللب موجود التسالي طبعا. طيب استاذ ممدوع، احنا بنقول ان يعني الحب ملوش معيار او مقياس معين نقدر ان احنا نقيس بيه احنا بنحب بعض او لا، وعشان كده في مشروع مودة يعني استخدمنا كلمة مودة حتى في تسمية المشروع، لأن المودة هي مجموعة السلوكيات أو التصرفات اللي بتعبر عن الحب وعن الاحترام بين الطرفين. فبنحاول نعلم الشباب في المخطوبين وحديث الزواج إن في بعض التصرفات اللي لو تصرفناها على مدار حياتنا الزوجية مع شركاء حياتنا أو مع أطفالنا هتساعد على إن الحب ده يبقى متماسك ويبقى قوي. منها مثلا المشاركة. والمشاركة كان احنا بنقصد بيها المشاركة في الاهتمامات، يعني مش بس المشاركة بقى في الأعمال المنزلية أو في الأدوار، لا المشاركة في الاهتمامات. حلو جدا إن أنا أحس إن مراتي بتشاركني في الحاجات اللي أنا بحبها، تيجي تقعد جنبي تتفرج على ماتش، أنا أقعد جنبها أتفرج على مسلسل هي بتحبه، حاجات بسيطة جدا بس تساعد إن ده يحصل. نشارك مع بعض في أنشطة مختلفة بره البيت، يعني نروح مثلا نلعب رياضة مع بعض، نخرج خروجة كل فترة والتانية، الحاجات دي بتساعد بشكل بسيط جدا على إن هي تروي الزرع الموجود. طب ما تيجي في العلاقة عايز اعرض على حضرتك، يعني انا يعني بقرا مشاركات حضراتكم دلوقتي على اللايف بتاعنا على فيسبوك، انا عايز اقف عند اللي كاتبه اكاونت سيده فاضله، يعني الاكاونت اسمه توليب جوري، بتقول كل العشر حاجات اللي قال عليهم الدكتور زوجي مفتقدهم تماما، واحنا بقالنا في الزواج 27 سنه وحاليا كل طاقتي خلصت وزهقت من حياتي بسبب. تعمل ايه هذه المشاهدة الفاضلة؟ انا بشوف من وجهة نظري رقم واحد ان هي لازم تتكلم مع زوجها وتواجهه بكل بساطة وبكل صراحة، بس لازم تختار وقت مناسب تواجهه بيه، ولازم ان طريقة المواجهة دي ما تبقاش طريقة حادة او فيها اتهام او فيها عنف، عشان ما يبدأش ان هو يبرر او يهرب او يبدأ ان هو كمان يستخدم عنف كرد فعل. لو ما فيش استجابة من زوجها من حيث الحوار اللي هي فتحته معاه، لو حست ان هو ما تغيرش، لا انا بشوف ان مهم ان هي تتكلم معاه ان يروح الاستشاري. بس انا بشوف ان انا 27 سنه هي كمان تراجع نفسها تشوف تصرفاتها، يعني 27 سنه يعني اكيد دلوقتي على وشك ان هم يكونوا جدود، يعني اكيد ولادهم اكيد خلاص من سن الزواج، يعني 25 سنه تخرجوا يعني. صحيح. انا بشوف ان مهم ان هي تتكلم معاه، ومهم كمان ان هي تراجع نفسها التصرفات والسلوكيات اللي هي بتعملها هي كمان قبل ما تقيمه هو. هي لو شايفه ان كل تصرفاتها ماشيه بشكل كويس والاخطاء موجوده عنده هو، تبدا ان هي تتكلم معاه وتحاوره. ويمكن دي في النقط اللي احنا بنتكلم فيها مع الشباب اللي هي بنتكلم معاهم على التواصل الايجابي والحوار والانصات، المواجده، ان انا احط نفسي مكانه، ليه في وقت من الاوقات هو بيتصرف بالشكل ده، ليه الفتره دي بقى عصبي، واحاول ان انا اساعده عشان خاطر هو نفسه يبقى احسن. بنتكلم كمان معاهم على تعزيز مبدا التغافل اللي اتكلموا عليه زملائنا على الارض، نعدي البعض كل حاجه ما نوقفش بالظبط. كمان فكره المسانده والدعم، المسانده والدعم في كل موقف هو بيمر بيه ده بيترجم لحب. ويمكن الرومانسيه شويه بتختلف طبيعه الرومانسيه في فتره الخطوبه عن طبيعه الرومانسيه في اول سنه زواج عن طبيعه الرومانسيه مع الاطفال وكمان لما اطفالنا يكبروا.
في صور كتير للتعبير عن الرومانسيه، سواء ان الزوجه بتتعب طول اليوم عشان تقدم لزوجها وجبه حلوه لما يبقى راجع من الشغل، ده شكل من اشكال الرومانسيه، ان الراجل يبقى يعني بيشتغل وبيتعب ويقتطع جزء من راتبه عشان خاطر يجيب لزوجته هديه تفرح بيها ويشوف السعاده عليها، ده نوع من انواع الرومانسيه. بشوف انه مهم جدا جدا ومن اهم الحاجات اللي بتجدد الحب هو احترام كل طرف لاهل الطرف الاخر ومعاملتهم بود وتقديرهم، ده كمان بيعزز من رصيد الطرف ده عند الاخر. يعني كمان الاعتناء بالنفس، ودي نقطه مهمه قوي، ان اغلب الشباب والبنات ممكن يكونوا بيعتنوا بنفسهم خارج البيت في شغلهم في عاداتهم مع اصحابهم، انما داخل البيت لا. هو ممكن يقول لحضرتك يعني عايز دكتور عمرو يشارك معانا في الجزئيه دي، يقول انا حاسس بالاهمال، طبعا اما انها بتهمل في نفسها او بتهمل في علاقتها بيا، وهي كمان تقول برضو ده انا حاسه ان هو هاملني، انا حاسه ان هو بيهمل الحاجات المشتركه اللي ما بيننا او المناسبات المفروض يكون معايا فيها. نعالج الاهمال ده، زي ان ناس الحقيقه افاضل من السيدات هنا بيشتكوا من موضوع الاهمال، يعني الزوج ليهم الاهمال دوت وصف لا ياتي لحظه لا ياتي فجاه، الاهمال هو تراكم، يعني ما حدش بيجي يتكلم عن الاهمال غير لما بيقول ان هو بقاله مده ما حصلش ان جذوه الحب اتقدت فيه، ما حصلش ان هو حاسس ان فلان ده منتمي اليه، ما حسش ان فلان ده هو واخده في حضنه ومحتويه. فالاهمال دوت عباره عن تراكم. فازاي نعالج ده؟ لازم نؤمن بان الاعمال الصغيره المتكرره تزيل جبال الحواجز ما بين الزوجين. يعني مثلا على سبيل المثال الروشتة عندي واضحة خالص في مسألة التخلص من الإهمال. واحد، حوار يوم لمدة ساعة عن المستقبل والسعادة من الآن، يروحوا يعملوا كده كل ساعة، من نص ساعة لساعة، يقعدوا كل يوم لو ما اضطرت، دايما أقول لهم كده في عندنا في جلسات الإرشاد الزواج عندنا، لو ما اضطرت قطط وكلاب الساعة دي تقعدوها. يبقى يتكلموا عن إيه؟ المستقبل والسعادة، بلاش نتكلم في الماضي، الماضي كله كده. المستقبل والسعادة. يبقى نستقبل والسعادة، نتكلم حتى انت سألت ام 27 سنة تعمل ايه؟ آه. ساعة يتكلموا فيها عن المستقبل والسعادة. هيقول انا مش فاضيلي كان ساعة ايه؟ انا عندي شغل. ما هو اللي حاصل عندي حاجات اللي حاصل اللي حاصل يعني. صاحبنا بالمناسبة احنا عندنا، انا بتكلم كلام على الأرض بالمناسبة يعني انا يعني. لا اقول لحضرتك كمان اللي على الأرض، انا كتير من الناس اللي بيجوا نستقبل استشاراتهم في مركز الإرشاد الزواج عندنا كتير من كبار السن، ودي ظاهرة واضحة جدا. أنا عندي ناس جايين وهو عندهم 65 سنة وعايزين يطلقوا، أنا مش قادر أفضل معاه. ليه طيب؟ لأن هي قالت أنا تحملت بما فيه الكفاية وأنا كنت مأجلة هذا الأمر لغاية ما أولادي يتجوزوا أو لغاية فترة معينة، وحصل كده على طول بقول لهم كده. حضرتك أنا خلاص مش قادر، أديت رسالتي، أديت دوري وخلاص. الأولاد كده مش قادر أتحمل بقى أكتر من كده، 27 30 سنة 40 سنة. أنا عندي ثلاث محاور بتكلم فيهم في ده. أول محور دلوقتي، أنتوا عايزين تفضلوا مع بعض ولا لأ؟ أنا عايزة بس مش على الطريقة دي، أنا عايز بس مش على الطريقة دي. بنجمع النقاط اللي فيها، من أهمها إن إحنا حاسين المسافات بعدت عننا، الحوار كل يوم ده بيقرب المسافات، وخاصة عن حاجة مسعدة اللي هي السعادة، وحاجة كمان تعمل مساحة جديدة ممكن نشترك فيها. يبقى أول حاجة ساعة حوار، تاني حاجة خروجة أسبوعية، لازم يخرجوا مع بعض وما يروحوش ياكلوا، يروحوا يشربوا حاجة، يلفوا بالعربية، يخرجوا مع بعض. حتى بقول للي عندهم أولاد أرجوكم خروجوا لوحدكم مع بعض، عدم خروجكم مع بعض هيأدي. طب ولو الطرف التاني ما بيمكنش من ده يا استاذ ممدوح، مع احترام طبعا لاهميه كلام فضيلتك، ولكن الطرف التاني يجي مثلا الزوج عايز يعمل ده، الزوجه ما بتساعده، تقول له اصل العيال، اصل هيناموا، اصل عندهم مدارس. بشوف ان هو يجي مثلا هو يقول لها هي تقول له الكلام ده لازم يكون اصل الزحمه، ده لازم اصل الاتفاق، لازم الكلام ده. انا بشوف ان في طرف بيبقى عايز ده، الطرف التاني ممكن في بعض الحيل، بعض الحيل الذكيه الحميده اللي ممكن نستخدمها عشان خاطر نقدر نعمل حاجه زي كده. يعني خلاص انا حجزت رحله واحنا طالعين فيها كهديه مثلا في وقت من الاوقات، فمحتاجين ان احنا نروح الرحله دي. لو رفضت هتبقى واقعه، هتبقى يعني هتبقى دي كسره في العلاقه. ما هي بقى فكره التمهيد، انا اعتقد ان في العلاقه هو ده اللي بيقولوا لازم يتفقوا مع بعض الاول خالص، ان الناس احنا اول ما بيقعدوا عندنا في الاستشاره، يا جماعه الخير انتوا عايزين تكملوا مع بعض ولا لا؟ دي مسألة مهمة، لازم القرار يكون قرار ان هم عايزين يكملوا مع بعض. مش اي مثلا مشاهدة، مثلا توتة مثلا ربيع بتقول التنفيذ ليه بيبقى صعب؟
مفيش نفس. هي متجوزه بقى 23 سنه وجوزها شغله بيحتاج سفر او وجود خارج البيت كتير، ومن كتر عدم وجوده اتحملت المسؤوليه وزهقت. اقول لحضرتك للاسف احنا كل واحد فينا بيفكر من منطقته من ارضه هو، ما بنسعاش ان احنا نخلق ما بيننا ارضيه مشتركه. طول ما كل واحد فينا بيفكر من زاويته، بيفكر من الرؤيه اللي هو بيشوف بيها وبيقيم التاني طول الوقت، عمر الارضيه دي ما هتبقى موجوده في عمرنا ما هنطلع خطوه لقدام. الحب في حاله ان احنا كوننا اسره والسلوكيات الايجابيه ده ما اصبحش ان هو اوبشن نختار منه نحب بعض او لا، ده اصبح فرض علينا في العلاقه عشان نقدر ان احنا نطلع كمان جيل سوي ونقدر ان احنا نعيش مع بعض في سعاده. اول حاجه تقدر تساعدنا على ده ان خلاص انا ما بقتش عايش بشكل فردي، انا مش سنجل، انا انسان متجوز، فلازم اساعد اللي قدامي ان احنا نخلق ارضيه مشتركه. تمام. وبشكل ذكي جدا. خليني اقول لحضرتك على حاجه، مهما كانت زوجتي رافضه ان هي تخرج معايا، لو جيت قلت لها تعالي انا جبت هديه وعايزه ازور مامتك النهارده، هي مش يعني عمرها ما هترفض، بالعكس هتقول لي يلا. فدي خطوه من الخطوات. طيب. تساعدها ان هي تبدا تخرج معايا، ممكن اتكلم معاها وانا في الطريق، نروح نشرب مع بعض حاجه. ففي بعض الحاجات البسيطه واللي كل اسره بالظبط يعني. وكل اسره بيبقى ليها خصوصياتها. انا عايز اقول رساله بس. ان افضل حاجه احنا بنحب اولادنا، ناس بتتكلم ان بنحب اولادنا اكتر مننا وبنسعى ان مستقبلهم يبقى افضل مستقبل، افضل حاجه نقدمها لاولادنا هو انهم يشوفونا احنا الاثنين بنحب بعض. عظيم. والحقيقه وفي اجماع على ده، واساسينكم نكمل بس القصه دي الاسبوع الجاي، لان في امور كتير زي دي وكل بياكد على فكره الاحترام والسند. الناس محتاجه دعم. الاحترام ومحتاجه تحس بالسند، هو ده اللي هيؤدي للحب ويؤدي للرومانسيه. دكتور عمرو الورداني بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا. استاذ ممدوح المصري شكرا جزيلا، كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يا رب يديم عليكم السعاده والهدوء في اسرنا جميعا. تصبحوا على خير. We'll be right back.